الخير. قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك يا ليلى. صباح الخير والسعادة والرضا على ناس وأهل بلدنا في كل مكان فيك يا مصر. صباح الخير على حضراتكم وحلقة جديدة. الحقيقة عن علامات الرقي والتحضر لأي شعب من شعوب الدنيا هو الاهتمام بكبار السن، والحقيقة كمان أنه في اهتمام كبير جداً من الدولة المصرية بهذا القطاع المهم في حياتنا، كبار السن والمسنين، اهتمام بكافة الخدمات الصحية والاجتماعية والتأمينية اللي بتقدم ليهم، تيسيرات كمان بنشوفها في كافة مؤسسات ومصالح الدولة الحكومية اللي بتخصص مثلاً شباك لتسهيل المعاملات الخاصة بيهم والخدمات اللي محتاجينها. عشان كده كان في اجتماع مهم جداً للرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض فيه رؤية الدولة في حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر وتوفير سبل الحياة ليهم بكرامة. صدر التوجيهات من الرئيس السيسي بتعزيز الاهتمام بالبرامج الخاصة برعاية كبار السن وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج، كمان وضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لكبار السن. شؤون كبار السن على رأس أجندة اهتمام القيادة السياسية. السيد الرئيس وجه بتخصيص مبلغ حوالي 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن. الصندوق ده هيتم إنشاؤه بمجرد إقرار البرلمان المصري لقانون حقوق المسنين اللي بيستهدف بشكل مباشر تحقيق نقلة كبيرة جدا في رعاية هذه الفئة كبار السن في المجتمع. الحقيقة الخدمات اللي بتقدم لكبار السن في عمل على تطويرها في مختلف الأماكن، ومنها بالتحديد دور الرعاية اللي تم تطويرها بشكل كبير. كمان تم افتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين ووحدات للعلاج الطبيعي الخاصة بهم، ده غير طبعا الاهتمام بمنح معاش ضماني لكبار السن اللي ما عندهمش مصدر دخل أو معاش تأمين. الحقيقة هيكون النهاردة عندنا فقرة خاصة عن دور الدولة في رعاية المسنين وأهم الخدمات اللي بيتم توفرها لضمان حياة كريمة لهم. مرة تانية بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الفل عليك يا هالة. صباح الفل يا محمد، صباح الفل يا ليلى، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. جولتنا المرورية اليومية، وطبعا هنبدأ مع حضراتكم من القاهرة، تحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية. شارع رمسيس حاليا بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كثافات نسبية عند الويلي والحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. تعالوا بقى مع بعض نروح لمحافظة الجيزة، تحديدا شارع الهرم اللي بيشهد حاليا كثافات مرورية والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات. في كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل، في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. يلا على محافظة الإسكندرية، هناك في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة.
هنكمل مع حضراتكم جولتنا المرورية، وهنروح دلوقتي أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة. الطريق بيشهد هناك سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق. كمان في فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 22، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 26، أقل درجة حرارة في كاترين وهي 15 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية. خلونا نبدأ معاكم أخبارنا النهاردة بخبر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي تلقى بالأمس اتصال هاتفي من نظيره الصومالي حسن شيخ محمود. تناول اتصال العلاقات الثنائية بين البلدين كمان سبل تطوير التعاون المشترك. وخلال اتصال أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت، الوقوف بجانب الصومال الشقيق ودعم الأمن والاستقرار في الصومال. كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع امبارح آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، وأكد على أهمية توافر السلع المختلفة، لأن ده هيساهم في توازن الأسعار في السوق المصري. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين. وخلال الاتصال أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق ودعم أمنه واستقراره. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق وأيضاً مشروع الصوامع وسبل تطوير قطاع المطاحن، وأكد مدبولي أهمية توافر السلع المختلفة وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وتحديد 7 سلع استراتيجية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمناقشة خطوات إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات، وأكد رئيس الوزراء على الدور المهم للهيئة العامة للاستعلامات في التواصل مع العالم الخارجي في الآونة الأخيرة اللي ساهم في إبراز الدور المصري في عدد من القضايا والملفات المهمة، ولأهمية هذه الهيئة تأتي تبعيتها مباشرة لرئاسة الجمهورية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية. خلال الاجتماع تم الإعلان عن استجابة الحكومة للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان والمواطنين بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام. وجه مدبولي بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد المعامل الرئيسية للوقاية الكيميائية، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة العمل بكافة الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة. ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الإدارة لما يبذلونه من جهد في تأدية مهامهم بتفان وإخلاص. كما ناقش عدد من الضباط في أسلوب تنفيذ مهامهم مشيدا بما شاهده من أداء متميز وقدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار. امبارح قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة خلال الفترة من يوم الاثنين 8/1/2024 حتى يوم الأربع 24/1/2024 بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وده حرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة ليهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.
نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من محافظة قنا حيث تم افتتاح المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك بتكلفة تصل ل 40 مليون جنيه. في سوهاج تم تطوير وحدة المناظير الرحمية والباطنية بالمستشفى الجامعي. كمان في الغربية تم الإعلان عن تحصين 246 ألف راس ماشية ضد مرض الحمى القلعية. أما في الأقصر فتم تسليم 233 مشروع متناهي الصغر للأسر الأكثر احتياجا. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من المحافظات في التقرير التالي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في قنا تم افتتاح المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك بمركز أبو تشت، اللي بيعد أحد المشروعات التنموية اللي بتنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه. في سوهاج تم تشغيل وحدة المناظير الرحمية والباطنية بمستشفى سوهاج الجامعي القديم، اللي بتعد من أهم وسائل التشخيص الكاشفة لمشاكل الرحم، وده بعد إحلال وتجديد بعض الأجهزة اللي كانت متوقفة. وتم تطوير وتزويد الوحدة بأجهزة حديثة بتكلفة 4.5 مليون جنيه لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين. في الغربية أعلنت مديرية الطب البيطري أنه تم تحصين 246,195 حيوان ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى قرى مراكز المحافظة منذ بدء الحملة بنسبة 92.36% من المستهدف. في القليوبية شهدت مستشفى كفر شكر التخصصي افتتاح وحدة الرعاية المركزة للأطفال بطاقة 13 سرير، واللي بتعد أكبر وحدة للرعاية المركزة للأطفال بالمحافظة، وبتشمل تجهيزات حديثة على أعلى مستوى تضم استشاريين وأطباء متخصصين. وبتوفر وحدة الرعاية المركزة للأطفال الجديدة بالمستشفى أجهزة تنفس صناعي ورسم قلب وموجات صوتية للأطفال والرضع، واللي من المقرر أن تعمل بالكامل طبقاً لمنظومة التأمين الصحي على الأطفال بدون أي أعباء مالية. في بورسعيد أعلنت المحافظة أنه تم زراعة 70% من المساحة الإجمالية المتاحة بالمحاصيل الشتوية، وبلغت المساحة المنزرعة 70,741 فدان، وبتسعى المحافظة لزيادة رقعة المساحات المنزرعة في شتى الأراضي بالمحافظة. في أسوان أكدت إدارة الحديقة النباتية أن الحديقة استقبلت عدد كبير من الزوار على مدار العام المنقضي 2023، خاصة من السائحين الأجانب اللي وصل عددهم أكثر من 142 ألف سائح من مختلف الجنسيات الدولية، وبلغ إجمالي عدد زوار الحديقة خلال العام الماضي 209,750 زائر. في الأقصر شهدت المحافظة تسليم مشروعات التمكين الاقتصادي المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية من المستفيدين في برنامج تكافل وكرامة، وتم توزيع 233 مشروع متناهي الصغر على 233 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة، وبلغت قيمة كل مشروع 25 ألف جنيه تقريباً لدعمهم في بدء مشروعاتهم لرفع أعباء المعيشة عن كاهل تلك الأسر. مشاهدينا خلونا نروح لفاصل سريع نتابع بعده فقرات برنامجنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على شمال الصعيد وبارد على باقي الأنحاء. في شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق. كمان في فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة. نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هنا، صباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني يمكن الجو فيه استقرار نسبي وفي طبعا شبورة لازالت مكملة معنا، طمنينا أخبار الجو إيه؟ بالفعل هو الحمد لله الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير وتلاشي أي سحب تكون مؤثرة بأمطار في معظم المحافظات الداخلية، لكن في المحافظات الشمالية لسه في تأثير للسحب المنخفضة والمتوسطة اللي هيكون معاها فرص
الهبوط الامطار، يمكن شاهدنا ده بالامس واول امس على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط، وده طبعا كان طبقا لتوقعات الهيئه العامه للامطار الجويه. اليوم متوقع امطار ما بين الخفيفه على بعض الاماكن من السواحل الشماليه الشرقيه زي دمياط والصعيد رفح شمال سيناء، الاماكن دي كلها معرضه لسقوط امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. باقي مناطق الجمهوريه هتتلاشى من عليها فرص في الامطار، هنحس بالاجواء المشمسه بشكل كبير في معظم المحافظات، والطقس المائي اللي بتسقى على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحر سواحلنا الشماليه وشمال الصعيد، طقس داخل بشكل كبير على المناطق الجنوبيه جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار، وتحديدا في فتره الظهيره مع شده الاشعاع الشمسي. النجوم العظمى على القاهرة والكبرى متوقع ان هي تكون 22 درجة مئوية فترة النهار، وده اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجة لدرجتين. يمكن الارتفاعات الطفيفة تقيم درجات الحرارة دي متوقع ان هي تكمل معانا خلال الايام المقبلة ان شاء الله، حتى منتصف الاسبوع القادم الاجواء مستقرة فيها ارتفاعات طفيفة تقيم درجات الحرارة فترة النهار. لكن فترات الليل مع غياب اشعة الشمس طبعا بيكون في انخفاض كبير تقيم درجات الحرارة. الانخفاض ده محسوس اكتر في ساعات الليل المتاخره اللي هي فترات الفجر، فتره الصباح الباكر اجواء بارده في معظم محافظات الجمهوريه، صغرى فتره الليل على القاهره الكبرى 13 درجه مئويه، بعض الاماكن في شمال الصعيد بتوصل 9 درجات، وسط سيناء بتوصل احيانا ل 5 6 درجات، فاجواء فتره الليل فيها بروده بشكل كبير، والفرق في درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل يتجاوز احيانا 10 درجات في بعض المحافظات. كمان طبعا قلنا استقرار في الاحوال الجويه، تكون الظاهره الجويه المؤثره دايما هي الشبوره المائيه. شبوره مائيه شفيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واللي ممكن احيانا توصل لحد الضباب، يعني انخفاض كبير في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر. يعني الشبوره المائيه دي يا دكتوره منار ظاهره مصاحبه للاستقرار الجوي، صح كده؟ بالفعل دايما وجود استقرار في الاحوال الجويه، مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على حبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، الفرق في درجات الحراره بين النهار والليل وخاصه انخفاض قيم درجات الحراره فتره الليل ده بيساعد بشكل كبير ان احنا تكون في شبوره مائيه، فدايما في استقرار في الاحوال الجويه يبقى في شبوره بالظبط، تكون الشبوره المائيه واللي ممكن تكون كثيفه خاصه في فصل الشتاء بسبب انخفاض قيم درجات الحراره بشكل كبير فترات الليل. شبوره مائيه كثيفه وحد ضباب، يعني الرؤيه الافقيه احيانا في بعض الاماكن بتنخفض ل 1000 متر او اقل من 1000 متر، احيانا بتنعدم الرؤيه الافقيه، فلازم تاخد بالنا بشكل كبير من الشبوره المائيه. طبعا كثافتها بشكل كبير بيكون في ساعات الليل المتاخر، يعني تقريبا 3 4 الفجر تستمر معانا حتى طلوع اشعه الشمس، وبتبدا تتلاشي مع طلوع اشعه الشمس تقريبا من الساعه 8 و9 صباحا، الشبوره المائيه بتبدا تختفي من على اغلب الطرق. وزي ما قلنا الاحوال الجويه دي متوقع استمرارها في الاستقرار حتى منتصف الاسبوع القادم باذن الله. إن شاء الله. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الإرصاد الجوية، وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13، وفي العاصمة الإدارية 22 13 أيضا، في الإسكندرية 21 12، وفي العلمين الجديدة 20 11، في مطروح 21 11، وفي دمياط 22 14، بورسعيد 22 15، والإسماعيلية 23 13، في السويس 23 13، وفي العريش 23 12، كاترين 15 6، وطابة 21 13، حلايب 25 19، وشلاتين 26 18، شرم الشيخ 24 16، والغردقة 24 16 أيضا، الفيوم 22 11، وبني سويف 22 11 أيضا، الوادي الجديد 23 11، أسيوط 23 8، سوهاج 22 10، وقنا 24 11، الأقصر 24 11، وأسوان 25 12. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، عودة مرة أخرى لمحمد والليلة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة. شكرا. وخلونا دلوقتي نتابع معاك واهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله 19 من الدوري الاسباني.
بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هينظم احتفالية خاصة لتسليم دفعة جديدة من التراخيص لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام. وجه المجلس الدعوة للممثلين القانونيين عن 80 وسيلة إعلامية لحضور احتفالية تسليم التراخيص اللي أصدرها المجلس وفقاً للقانون رقم 180 لعام 2018 واللوائح الصادرة تنفيذاً له. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه الكنيسة الأرثوذكسية، هيكون آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة من كنائس القاهرة والجيزة والأليوبية. وأوضحت الكنيسة أنه هيتم توفير دعوة لكل من قدم بياناته من الكنيسة التابع ليها، مع مراعاة أن الأطفال بداية من 5 سنوات بيحصلوا على دعوة مستقلة. وبتفتح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة أبوابها مساء يوم السبت الموافق 6 يناير في 5 مساءً، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد على أن يبدأ القداس في 7 مساءً. النهاردة العشاء الدوري الأسباني موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة. هيلتقي غرناطة مع قادش الساعة 6 بالليل، 8:15 هيلتقي ريال مدريد مع ريال مايوركا، في نفس التوقيت هيلتقي ريال بيتس مع سيلتا فيكو، وفي 10:30 ليلاً هيلتقي أتلتيكو مدريد مع جيرونا. بنرحب بحضراتكم من جديد. معنا نموذج من محبي وعشاق الحرف اليدوية والتراثية اللي قرروا أنهم يستفيدوا من التحول الرقمي وأطلقوا منصة لدعم فنون الحرف اليدوية وتعظيم كافة المهارات للعاملين بها. معنا على التليفون عشان نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذه الفكرة أستاذة انتصار صلاح، صاحبة فكرة إطلاق منصة للمنتجات اليدوية والمصرية. صباح الخير وبنرحب بحضرتك معنا. أهلا بيكي، صباح الخير. خلينا في البداية نتعرف على فكرة تنفيذ منصة مختصة بالأعمال اليدوية. اللي خلاكم تفكروا في الفكرة دي؟ يمكن احنا شفناها في حاجات تانية كتير، لكن فكرة الحرف اليدوية على منصة، إيه الاستفادة؟ يمكن لأن احنا فعلا محتاجين يبقى في تسويق بشكل احترافي أكتر للمنتجات، ومش مكتفيين بالتواجد في المعارض، وناس كتير قوي ظروفها ما بتسمحش بالنزول في المعارض، وخاصة أن المعارض أصلا كمان بتتعامل بشكل قليل قوي بالنسبة للحرف اليدوية بشكل سنوي كمان. فطبعا تواجد على الساحة الإلكترونية بشكل احترافي وتسوق الكتروني بيكون افضل بكتير واسرع بكتير في التواصل مع صاحب الحرفه اليدويه نفسه. طب يعني هي نافذه تسويقيه الى جانب طبعا المعارض اللي احنا بنشوفها زي معرض ديارنا مثلا ومعارض مختلفه بتهتم بالحرف اليدويه. حابين نعرف من حضرتك، يعني لو عملنا جوله كده على المنصه، ما تشتمل عليه المنصه؟ ايه الخدمات اللي بتقدم للمختصين للعاملين كمان في الحرف اليدويه والتراثيه؟ مبدئيا هو معمول لكل حد من اصحاب الحرف اليدويه، كل حد عنده منتج خاص بيه، معمول له زي ستور خاص بيه. الستور ده الناس بتدخل بتتفرج على المنتجات من خلال الواجهه، لو لقى منتج معين عجبه بيروح محوله على طول على الستور ده، فيبدا من الستور ده يتسوق مع الحرفي ده بالذات او يتواصل معاه بشكل مباشر، فيبدا يطلب منه المنتج اللي هو طلبه او حاجه معموله مخصوص ليه هو. فبنبدأ نعمل الكاستمايز بتاع ان هو ينفذ له منتج خاص بيه. تاني حاجة هي فيها جزء إخباري، بننزل فيها أخبار بقى عن المعارض، عن أصحاب الحرف اليدوية، معلومات جديدة، حاجات خاصة في التسويق، بنبدأ نديهم أفكار وحاجات مهمة قوي تفيدهم في حتة التسويق لمنتجاتهم. هل في شروط معينة للي عايز يكون مشارك في المنصة أو يتم تسويق شغله من خلالها؟ في شروط معينة حاطينها؟ لا، هو خالص ان هو بس يبقى عنده منتج يدوي تراثي، منتج يدوي او تراثي ومصري. طيب استاذه انتصار، عندنا مشكله دايما كبيره في الحرف اليدويه، ان زي ما بيقولوا كده الاسطوات الكبار في الحرف اليدويه بدات يعني يقل عددهم، بدات بعض الحرف تندثر طبعاً. ما تبقاش موجوده، فاكيد المنصه دي ممكن تلعب دور في تقديم دورات او مهارات معينه وتعليم مهارات الاجيال الجديده عشان يبقى في استمراريه لبعض الحرف اللي احنا خايفين تندثر الفتره اللي جايه. هو موضوع الشيوخ الحرف اليدويه، فعلا احنا عندنا شيوخ الله يرحمهم يعني صحيح. ما بقوش موجودين في الساحه وما لحقناش اصلا نستفيد منهم. ففعلا احنا بقالنا في المبادره بتاعتنا من قبل المنصه بنعمل ورش تدريبيه ومهرجانات تدريب، وبنحاول ان احنا دايما يكون معانا من شيوخ الحرف اليدويه اللي يقدروا يوصلوا الفن بتاعهم لناس كتير قوي
وهم فعلا بيقدموا تدريب، يعني في ناس فيهم بتقدم تدريب فعلا. يعني بيبقى في اعلان لدورات متخصصه على المنصه، في اعلان لدورات يعني لاي حد عايز يتعلم. بالظبط، موجود. ونفس اصحاب الستورز نفسهم بيعملوا تدريبات برضو، كورسات وورش تدريبيه. طيب استاذه انتصار، ابرز الفنون اللي اتعلمتيها من الحرف اليدويه، ايه اهم الحاجات اللي تميزتي فيها ويمكن بتعملي على تسويقها من خلال كمان وجودك على المنصه؟ احنا بنعمل، يعني انا بالنسبه لي بعمل الازاز المعشق، بعمل استندات، بعمل حاجات بسيطه في الوحدات اضاءه، حاجات بسيطه جدا. وفي نفس الوقت عندنا خط انتاج للشنط صديقه البيئه للتواكب مع المناخ والمحافظه على المناخ، وبنعمل عليه رسم، بنعمل عليه تطريز، بنعمل عليه طباعه، كل انواع الفنون على الشنط اللي فعلا بدات تنتشر في مصر الحمد لله. طب استاذ انتصار، دايما الناس بيشوفوا الحرف او الحاجات اليدويه او الهاند ميد دي بتبقى غاليه، يعني حتى لما بنروح المعارض مثلا معرض ديارنا طبعا بيبقى فيه اسعار مخفضه او غيره، لكن في بعض الحرف او بعض المنتجات بتبقى اسعارها غاليه، هل ممكن توفروا بعض المنتجات اليدويه تبقى اسعارها معقوله تناسب الاحوال الاقتصاديه للي حابب يقتني مثل هذه المنتجات؟ هقول لحضرتك، هو مبدئيا الخامات اسعارها ان هي طبعا بتعلى قوي، كل شويه بتعلى، ويمكن احنا بنعتمد على خامات جودتها عاليه علشان تدينا في الاخر منتج قيم. ولكن بدانا نتجه للبدائل، يعني في الالوان بدانا نتجه للبدائل اللي هي المصريه اللي بدات تطلع، بدانا نتجه في لبدائل ثانيه في القماش، في الخيوط، بحيث ان احنا البدائل دي تكون جودتها عاليه. فهتلاقي فعلا في ناس بدات تحاول ان هي تقلل تكلفه المنتج لكن ما تقللش قيمته. ده مش على حساب الجوده يعني. اهميته في قيمته. نعم، مش على حساب الجوده، مش على حساب جوده المنتج. بالظبط، ما انا بقول لك ما ينفعش يقللوا الجوده، لان انا بشتري منتج يدوي قيم علشان يعيش معايا، علشان يديني قيمه معينه في المكان. فبستخدم بستخدم انا كصانع، بستخدم بقى خامات قيمه، خامات عاليه، خامات تخلي المنتج يعيش معايا، لان المنتج يدوي اهم حاجه فيه ان هو يعيش سنين، مش بيستهلك في وقت قصير. فبنحاول الحمد لله. ايه ابرز الحاجات اللي بتفكروا تطوروها في المنصه وشايفين انها ممكن فعلا تعمل فرق بالنسبه لمجال الحرف اليدويه وكمان بالنسبه لموضوع التسويق؟ ايه الحاجات الجديده اللي ممكن تعملوها للتطوير؟ هو احنا شغالين على تطوير المنتجات التراثيه، يعني المنتجات التراثيه اللي هي السيناوي والخياميه والحاجات اللي في الموضه او في الفاشن عموما، بدانا ندخلها في موديلات مودرن، فبدأ الناس ترتبط أكتر بالحاجة، والتلي كمان، التطريز التلي. في تسويق بره مصر بالنسبة للحاجات دي يمكن بيبقى في إقبال عليها كبير جدا من السائحين اللي بيجوا مصر في زيارات أو ممكن يكونوا بيشوفوها في معارض، هل كمان بتفكروا في الناس اللي موجودة خارج مصر من الأجانب؟ عندنا جروبات على الواتساب فعلا خلايجة وأجانب، وفعلا بنبعت لهم لينك المنصة علشان يدخلوا ويشوفوا المنتجات بتاعتنا، وبنعمل حملات مموله، وان شاء الله نوصل لبره. يعني احنا هدفنا فعلا المنتج بتاعنا وبالذات التراثي انه يوصل للناس اللي فعلا حباه بره، لان احنا عارفين انه زمان من كام سنه يعني كان السياحه في مصر اكتر من كده، وكانوا بينزلوا فعلا يشتروا المنتجات التراثيه والمصريه، وكانوا فعلا سوق كبير بالنسبه لنا ومصدر مكسب كبير لاصحاب الحرف اليدويه. ده هيخليني اسال حضرتك استاذه انتصار، يعني اضافه لكلام زميلتي ليلى، انه المفروض المنصه يبقى فيه نسخه بالانجليزي عشان حتى نخاطب الناس. هو عربي انجليزي. عربي مهم انجليزي. جدا عشان يدخل يختار المنتجات. طيب هي واجهتين يا فندم. تمام، ده شيء جميل جدا. عايز اسال حضرتك، المنصه ازاي ممكن تكون يعني خطوه في رسم كده خريطه للمنتجات التراثيه والحرف اليدويه في مصر؟ احنا عندنا ثراء كبير جدا، عندنا تنوع وتفرد في الحرف اليدويه في اكتر من مكان، يعني عندنا في سيناء غير اللي موجود في وجه بحري، غير موجود في اماكن مختلفه. ازاي ممكن تبقى المنصه خريطه للابداع الحرفي والتراثي للمصريين؟ هو احنا بدانا ب50 صانع للحرف اليدويه، وفعلا هم متنوعين، لكن فعلا هدفنا ان احنا نوصل للفروع كلها بتاعه الحرف اليدويه في مصر كلها، لان فعلا في كل محافظه في، يعني فعلا مصر ام الفن، يعني صحيح. انت لو دخلت اي معرض فعلا بتتفاجئ ان ايه ده كله طالع من مصر، وكل محافظه ليها خصوصيه معينه كمان في الشغل يعني. بالظبط، فاحنا ان شاء الله نوصل لمرحله ان احنا مقسمين المنصه للحرف التراثيه
والحرف اليدويه، بحيث ان اللي يدخل فعلا يشوف مصر كلها جواه. وده هدفنا، ان احنا عايزين اي حد من اي مكان في العالم يشوف منتجات مصر ويبدا يتفاعل مع الحرفيين بنفسهم. يعني احنا ما فيش وسطاء، بالعكس هو بيتعامل بنفسه مع صانع الحرفه او صانع المنتج. وان شاء الله نوصل للمرحله دي ان احنا فعلا نتوسع فيها، ومشروعنا كبير باذن الله يا رب يتم على خير ان شاء الله. حاجه يمكن ذكرتي نقطه، ان احيانا المشاركه في المعارض ببعض العارضين او القائمين على الحرف اليدويه والتراثيه بيجدوا صعوبه في ان هم يعرضوا في المعارض، مش بيقدروا يوصلوا ليها، لكن ازاي ممكن من خلال المنصه ده يتحقق؟ يعني هل في مخطط ان ممكن تنظموا معارض للمشاركين في المنصه بشكل او باخر؟ لان برضو وجود الحاجات على الارض تكون فرصه كويسه ان الطالب بالمنتج ممكن هو يشوفه على أرض الواقع، يشوف الخامات، يمسكها، يتعامل بشكل يعني أكثر قرب مع الحاجات اللي بتقدمه. بصي، احنا كمبادرة أصلا من أهم أهدافنا من سنين، يعني إن احنا نعمل ننظم معارض، وبعد كده بدأنا نتوجه بالصناع بتوعنا للمعارض اللي بتنظمها الدولة. فدلوقتي الفكرة إن التكلفة بتاعت المعارض عموما بقت غالية قوي بالنسبة لحد مشروعه رأس ماله قليل. فبنحاول ان احنا نوصل لاوبن دايز تكون سعرها قليل، معرض تكون منظمات دوله يكون مدعوم تبع الوزارات. فبنحاول نوصل لده فعلا، ان احنا مش عايزين يبقى فيه لود على صانع المنتج اليدوي، لان هو فعلا لود عالي قوي عليه، خاصه في ارتفاع الاسعار. ولكن طبعا وجوده على الارض مهم جدا، يعني نتمنى ان احنا فعلا ننفذ الخطوه دي باذن الله يكون قريب ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك الاستاذه انتصار صلاح، صاحبه فكره اطلاق منصه إيجيبتا للمنتجات اليدوية المصرية، وهي منصة متاحة، يعني حضرتك أو حضرتك ممكن تعملي سيرش على إيجيبتا وتدخل المنصة وتشوف يعني ألوان من الفن الحرف اليدوية، وخدمات كمان بتقدم للمتخصصين. ولو أنت عايز تقتني حاجة أو تشتري حاجة في أقسام موجودة في المنصة، فدعوة لحضراتكم لمتابعة منصة إيجيبتا للحرف اليدوية. خلينا محمد نروح لأسوان، والحقيقة أسوان بيتم فيها إنشاء أول مجمع لإيواء الكلاب الضالة والخيول الشاردة، وده بتكلفة بتوصل ل 11 مليون و 300 ألف جنيه، بهدف الاهتمام والرفق بالحيوان والحفاظ عليه من الأذى، كمان في نفس الوقت الحفاظ على سلامة المواطنين من مخاطر وجود حيوانات ضالة في الشارع. موضوع مهم جدا يا ليلى، بنعاني منه في أكتر من مكان، إزاي يبقى في مكان لإيواء الكلاب الضالة؟ نعرف تفاصيل أكتر معانا على الهاتف دكتور مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة أسوان. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. حابين في البداية كده نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن هذا المجمع، أول مجمع لإيواء الكلاب الضالة والخيول الشاردة والأحصنة في أسوان، فكرة جديدة ومشروع مهم وإحنا محتاجينه. بالظبط ما عليك كده، احنا عندنا في اسوان زادت شويه موضوع الكلاب الضاله، في توسع عمراني حصل في محافظه اسوان كبير جدا، ده ادى الى نزوح الكلاب الضاله بقى من الجبال الى داخل المدينه. طبعا طبيعه الحيوان اللي هو بيبقى قاعد في مكان هادي مسالم مع نفسه، فجاه لقي نفسه نزل وسط المدينه، فابتدى في حاجات، يعني اما في كلاب ممكن تعمل عقر للبني ادمين من الخوف. للأسف. بتلاحظ حضرتك ممكن كلب يجري ورا عربيه وهو ماشي، كلب يجري ورا طفل وهو ماشي، فابتدت تنتشر الظاهره دي، حصلت حالات عقر كتيره في محافظه اسوان، الموضوع كبير ووصل لسياده المحافظ، اتعرض عليه اكثر من مره حالات عقر، يعني مستشفى الحميات استقبلت في حالات كتيره، فابتدى سياده المحافظ يفكر في القصه دي، فقال لك ما نعمل مجمع يلم الكلاب الضاله دي مع بعضها. فدرسنا الفكره ومعاليه درس الفكره كويس جدا، واوصى مجلس المدينه بقى يدور على مكان نقدر نحتفظ بيه بالكلاب الضاله. فعلا وصلنا المكان وحددناه على مساحه تقريبا 2500 متر مربع، وابتدى طرحنا الموضوع للاسكان، يعني رسلنا رسومات جوب من بتوع الاسكان، مسؤولين الاسكان قعدوا مع الطب البيطري وقالوا انتوا ايه اللي مطلوب بالظبط كده، فقلنا هنعمل المكان ده على نصين، نص للحفاظ على الخيول ونص للحفاظ على الكلاب الضاله. الكلاب الضاله هنبدا نوفر مكان بغرفه عمليات، هنبدا نجمع الكلاب دي من الشوارع، قلنا هنجيب كاتشر راجل مدرب، الكاتشر ده راجل مدرب بيبدا يصطاد الكلاب دي من الشوارع، هنحتفظ بيها داخل الشيلتر، هتجرى ليها عمليات، الذكر هنخصيه والانثى هنشيل منها البيت اللي هو المقصود اساسا لعمليه التلقيح، يبقى عملنا عمليتين، واحده للذكر واحده للنتايه، وبعد كده هنحصنهم
ونحتفظ بيهم لمدة 3-4 أيام بعد العملية، وبعد كده نطلقهم تاني في الشارع. هيبقى ماشي آمن، أنا ماشي مش خايف من الكلب اللي ماشي جنبي، الأطفال مش هتبقى خايفة، خصوصا الموسم اللي احنا فيه أو اليومين دول موسم المدارس، الأطفال بتنزل الشوارع من الساعة 6 صباحا راح المدرسة، هم اللي بيتعرضوا أكتر لحالات العقر بالنسبة للكلاب. ده حقيقي. الجزء الثاني من الشيلتر هيبقى على جزئين. الجزء الثاني عندنا بتبقى فيه حصين شارده ودواب ضاله، عندنا فيه قضايا بتخلص عن طريق النيابه وبيصدر فيها قرار من وكيل النيابه التحفظ على الدابه او الخيل اللي كانت مشاركه مع الراجل اللي قام بعمليه اجراميه، زي مثلا سرقه غطيان البلاعات منتشره اليومين دول برضو، فالنهارده بيتقبض عليهم بتعرضوا على النيابه، فوكيل النيابه بيقول لك يحفظ الحيوان. للطب البيطري بيبقى في مكان يتحفظ فيه حيوان ضال زي كده، الحيوانات المقبوض عليها زي كده، ولا مجلس المدينه. زمان مجلس المدينه كان فيه تبعه اسطبلات بنحتفظ بيها بالحاجات دي. طبعا مع التطور ما فيش بقى فيه استخدام لا للخيول ولا للدواب، وتحولت المخازن بتاعت مجلس المدينه دي الاماكن لايواء السيارات دلوقتي، مش لل، فبرضه بتبقى بتواجهنا مشكله كطب بيطري احنا نودي الحيوان ده فين. فسيادة المحافظ قال لك نبني جزء لده وجزء لده. لكن الحيوانات الخيول والأحصنة هيتم الاحتفاظ بها بشكل كامل في أماكن الإيواء، يعني على عكس الكلاب اللي حضرتك قلت اللي بيتم إطلاق سراحها بعد تعقيمها أو يعني تحصينها باللقاحات. بالضبط كده، ما هو الحيوانات اللي هي بتبقى شاردة سواء الخيول أو الدواب هي ليها صحاب، بس فجأة بتلاقيها في الشارع مش معروف مين صاحبها. تمام. لكن هل هيتم تدريبها استغلالها بشكل او باخر بعد كده؟ بقى ويروح ياخدها من المكان. برضو القضيه بتبقى لفتره معينه لغايه ما بينتهي الحكم ويسلم بقى الحيوان ده لصاحبه لقريبه حسب ما انتهت القضيه بايه وقرار المحكمه بيبقى ايه في القصه دي. طيب دكتور مدحت، حابين نعرف في حضرتك الجدول الزمني المحدد لافتتاح هذا المجمع، كمان ايه هي المواصفات اللي بيتم مراعاتها في الاختيار المكان، وفي ايضا تهيئه القائمين على هذا المجمع للتعامل مع الكلاب الضاله والاحصنه الشارده. احنا عندنا بالنسبه للكلاب الضاله هيبقى في فريق طبي موجود، طبيب اطباء بيطريين، جزء هنستعين منهم الحكومه وجزء هيتم تعيينه تعيين خاص. لان احنا بمجرد ما هنبني الشلتر، وسياده المحافظ حاطط فتره 6 شهور للانتهاء من بناء الشلتر، عايزه بسرعه جدا. احنا كان في الاول مشكله المكان يكون فين ويبقى قريب، ما يبقاش بعيد عن المدينه، لان برضو المدينه محكومه كاماكن، بس احنا ربنا وفقنا ولينا مكان يعتبر قريب في وسط المدينه، يعتبر جنب مجزر اسوار في الشلال، فالمسافه مش بعيده. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الفترة الزمنية ليها هتبقى حوالي 6 شهور تقريبا. نمرة ثلاثة، جزء الأحصنة اللي هو الجزء اللي هيبقى خاص بالأحصنة والجزء الخاص، كل واحد هيبقى له بوابة دخول لوحده، بس من الداخل في طرقة هيقدر يمشي منها العامل، إنما كبوابة دخول واستقبال حالات كل واحدة ليها بوابة للدخول والاستقبال الحالة. بالنسبة للرعايات الطبية هتبقى في أوضة عمليات وأوضة صيدلية وأوضة تحضير طعام، وهنعمل زي ريسبشن كده لاستقبال الزائرين، لان احنا برضه سياده المحافظ في فكرته عايز يطور جزء من السلالات من الكلاب دي، في سلالات يعني تعتبر بلديه اصيله موجوده وسط الكلاب دي، فاحنا في اجزاء في بعض من الحيوانات بعد ما تم عمليه الخاصيه ليها هنحتفظ بيها، واخد بالك، هنعمل زي مزار للكلاب الضاله دي، في اجانب بتحب الكلام ده، فاحنا طبعا بعد ما هنبدا نحط البذرة ويبدأ المبنى يبان هنطالب بقى المجتمعات المدنية والجمعيات حقوق الحيوان يجوا بقى يساهموا معانا، لأن احنا هنبقى محتاجين أجهزة، محتاجين أدوية، محتاجين نوفر طعام للكلاب دي يوميا، يعني لغاية ما الجزء هيتعمل له عمليات ويطلق بره وجزء هنحتفظ بيه، فلازم تبقى في مشاركة مجتمعية. صحيح. كاملة. صحيح. دور حكومي ودور مجتمعي الاثنين بيتحدوا مع بعضهم عشان تبقى الصوره في النهايه كويسه ولائقه بالمحافظه، بالمنظر اللي هو سياده المحافظ ده بيبص له، هو بيبص على، مش ان انا هجيب كلب اعمل له عمليه اقول له مع السلامه، لا، هو بيبص من ورا الموضوع ده، لا، هيبقى في جزء حضاري انت تقدر بيه تعمل دعايه برضه من خلال، ليها بعد كده كمان مردود اقتصادي، يعني اكيد ليها كمان مردود اقتصادي بعد كده دكتور كمان.
وهيبقى في دور اقتصادي، لان فعلا في بعض الاجانب بتعجبه الحاجات دي وفعلا بيجري انه يشتريه ويرخصه وياخده معاه. طيب يعني هل هذا المجمع من المخطط ليه ان هو يستهدف محافظات تانية ولا هيكون مقتصر على محافظة أسوان فقط؟ لا هيبقى طبعا صعب محافظات تانية استاذة ليلى، هيبقى صعب المحافظات التانية، انما يعني هيبقى يا دوبك محافظة أسوان. طب هل في مثلا برضه طويلة يعني كمسافة، احنا من أسوان لأبو سمبل 300 كيلو صحيح. ومن أسوان لغاية السبعية حوالي 130 كيلو، فانت بتتكلمي على محافظة طولية تقريبا حوالي 450 كيلو متر. لكن هل في طيب مخطط لحيوانات اخرى ضاله يعني غير الخيول او الدواب والكلاب، ولا هيقتصر على الحيوانات دي فقط؟ لا الحيوانات دي فقط في الشيلتر، لان مش هيبقى في اماكن ثانيه. احنا الرسومات الهندسيه اللي اتحطت للخيول وللدواب، بالاضافه النص الثاني هيبقى للكلاب. طب هل احنا محتاجين اكتر من مجمع كمان؟ يعني احنا حضرتك بتتكلم على مساحه يعني جغرافيه كبيره جدا، بتتكلم على 300 كيلو اكتر، فمجمع وحيد لا يكفي للكلاب الضالة أو لحل المشكلة دي اللي حضرتك قلت في أول المداخلة يعني تمثل أرق شديد جدا للأطفال والناس إن هم يمشوا في الشوارع بقى فيه كلاب ضالة ممكن تقوم بعقرهم يعني بالضبط. مكان واحد لا يكفي، هل في مخطط لأماكن أخرى كمان في أسوان؟ المخطط مستقبلا يعني إحنا اتفضل المخطط مستقبلا إن شاء الله إحنا عندنا مثلا زي مستشفى بروك في أسوان. مستشفى بروك في أسوان معاها عربية بتطلع للحيوانات، هي مخصصة لعلاج الخيول والدواب فقط لا غير. هي يعني كجهة أو كمشروع داخل مصر بيعالج الخيول والدواب مجانا بالنسبة للأهالي. لما بدأت بروك في أسوان بدأت الأول بعربية بتنزل الأسواق عشان تعالج الحاجات اللي زي كده. احنا برضو هنبدأ بعربية هتنزل مثلا النهارده الكاتشر هيبقى موجود مثلا في مدينه اسفو، هنصطاد ونجيب في العربيه دي ونوصل لغايه الشلطه. تمام. مؤقتا لغايه ما نشوف الاستيعاب ايه. تمام. والحجم بتاع الكلاب ايه، جايز ممكن مستقبلا نعمل حاجه مثلا في مدينه زي اسفو بعد اسوان ب 130 كيلو اخر حدود اسوان، بعد كده هنخش على محافظه الاقصر. فهو ممكن مستقبلا بقى هيكبر ازاي المشروع، الدنيا هتتطور ازاي، السيارات هيتم توفيرها ازاي، سيارات مجهزه ان انا اصيد واجمع فيها الكلاب واوصلها لغايه الشلتر. مستقبلا بقى ده هيبقى ازاي، لسه الرؤيه ككامله كمستقبليه على الاعداد اللي هتبقى موجوده ازاي لسه مش باينه. الحقيقه هي فكره متميزه يعني هتحل مشاكل كتير، وكمان زي ما حضرتك ذكرت ليها مردود على مختلف الاصعده. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور مدحت رمزي مدير عام الطب البيطري باسوان. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء، موجز الثامنة صباحا مع هالة الحملاوي، اتفضلي هالة. شكرا محمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق ودعم أمنه واستقراره. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصال الهاتفي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك، فضلا عن التطرق للأوضاع الإقليمية. كما تطرق الاتصال بين الرئيس السيسي والرئيس الصومالي إلى استمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية. وأوضح مجلس الوزراء في بيان أن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان والمواطنين بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية وعدم انقطاع الكهرباء ليلا، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء بتنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال ساعات النهار فقط. ومن المقرر أن يتم اليوم البدء في تنفيذ قرار تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحا وحتى 5 مساء. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية كثيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة،
وأفاد شهود عيان بوقوع شهداء ومصابين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. كما استهدفت قوات الاحتلال منازل شمال مخيم النصيرات وسط القطاع بالتزامن مع سلسلة غارات شنتها طيران الاحتلال على منازل المواطنين في مخيمي البريج ودير البلح، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين. تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى وقوع اشتباكات عنيفة في مخيم النصيرات وخان يونس أسفرت عن قتلى ومصابين في قوات الاحتلال. من جانبه أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة في اشتباكات بقطاع غزة. يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إسرائيلية أن 38 جندياً خضعوا لعمليات بتر أطرافهم جراء الاشتباكات في قطاع غزة، وأنه يوجد حوالي 2000 جندي في أماكن إعادة التأهيل جراء معاناتهم من صدمة المعارك. واصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، ففي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورة وداهمت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وفي شمال القدس المحتلة أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين في بلدة الرام، مما أدى لإصابة عدد منهم. كما اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مدينة طول كرم ومخيم نور شمس شرق المدينة وسط تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 2 من جنوده جراء استهدافهما بصواريخ مضادة للدروع قرب مستوطنة رميم على الحدود مع لبنان. كان حزب الله قد أعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي في مستوطنة منارة بصاروخ مضاد للدروع، متوعدا بالرد على اغتيال القيادي في حماس صالح العروري، وإن الحادث لن يمر أبدا دون عقاب. دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إسرائيل إلى تجنب أي سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان، وذلك إثر اغتيال صالح العروري القيادي في حركة حماس بضربة صاروخية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال قصر الإليزي إثر مكالمة هاتفية أجراها ماكرون بالوزير الإسرائيلي بني غانتس عضو مجلس الحرب الوزاري إن الرئيس الفرنسي شدد على أن باريس ستستمر في إيصال هذه الرسائل إلى كل الجهات الفاعلة المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة. في الوقت نفسه أكد ماكرون أن التصريحات المتعلقة بتهجير سكان غزة غير مقبولة وتتعارض مع حل الدولتين. أعلن مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن نيكولا دي ريفيير أن المجلس سيجتمع اليوم لبحث الملاحة بالبحر الأحمر. ووصف المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة وضع الملاحة بالبحر الأحمر بالسيء، مشيرا إلى أن هناك تكرارا للانتهاكات والأعمال العسكرية في هذه المنطقة. من جانبها أعلنت الخارجية الأمريكية أن أنتوني بلينكين ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون بحثا أهمية تحرك جماعي متعدد الأطراف لمواجهة الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر. ورياضيا، خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الأولمبية في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار. ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مباراة ودية في 7 يناير أمام تنزانيا على استاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية. ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية مع كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الموزمبيقي يوم 14 يناير. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أسألك كام سؤال وعاوزك تعد كام مرة ردك كان بعمل كده وتسجل الرقم،
هل بتتوتر لو نسيت موبايلك بدون قصد ونزلت؟ بتقضي وقت في التواصل بالرسائل القصيرة أكبر من اللي بتقضيه في الكلام المباشر وجهاً لوجه؟ طب بتنام وموبايلك مفتوح جنبك أغلب الوقت؟ هل بتمسك موبايلك أثناء تناول وجبتك؟ بتلاقي نفسك بتقضي وقت على الموبايل أكتر من الوقت اللي بتحس بيه؟ هل بيكون عندك حاجة ملحة إنك تشوف الإشعارات مجرد ما تسمع صوتها؟ طب صارحني، هل بتلاقي نفسك بتتفقد الموبايل بشكل لا إرادي حتى لو مش مستني حاجة محددة؟ هل بتستخدم الموبايل وانت سايق أو أي نشاط محتاج تركيز كبير؟ ويا ترى بتحس إن الموبايل بيقلل إنتاجيتك؟ عديت إجاباتك؟ جميل، الأسئلة دي جزء من اختبار قهر الهاتف الذكي لدكتور ديفيد جرينفيلد، مؤسس مركز إدمان الإنترنت والتكنولوجيا وأستاذ الطب النفسي، واللي بيقولك إنك لو جاوبت أكتر من 5 مرات بنعم فنمط استخدامك للموبايل قهري أو مسبب للمشاكل، أما لو أكتر من 8 فمبروك، انت رسميا عندك سلوك ادماني للموبايل. غالبا انت بتقول ايه المبالغه دي، ما احنا كلنا كده عادي. تخيل بقى تكون دي مش مبالغه بجد، والمشكله هي اللي اكبر مما نتخيل. كتاب حلقه النهارده، كيف تقطع علاقتك بهاتفك، زي ما سمعت كده، كيف تقطع علاقتك بهاتفك. هتقولي وهي علاقتنا بالموبايل هنتكلم فيها كمان؟ طب تعرف ان الاحصائيات في امريكا مثلا بتقول ان الفرد بيقضي اكتر من 4 ساعات في اليوم على الموبايل، ما يعادل 2 تقريبا في السنة. هتقولي وايه المشكلة، ما الموبايلات مفيدة وتتحب فعلا. هقولك نقطة ذكية، الموبايلات فعلا مش مشكلة في ذاتها، ولكن علاقتنا بيها والاثار اللي بتنتج عنها هي المشكلة. الاثار اللي بيعبر عنها جين توينج مؤلف كتاب اي جين بأنه ليس مبالغا فيه أن نصف جيل الهواتف الذكية بكونه على حافة أسوأ مشكلة صحية نفسية على مدار عقود. كلنا محتاجين الحقيقة نقطع علاقتنا بهاتفنا الذكي أو الهواتف المحمولة، زي ما شفنا الفيديو اللطيف التعليمي الترفيهي اللي احنا شفناه، تلخيص لكتاب قاهر الهاتف الذكي. لو انت شاب لسه في بداية حياتك ومحتاج حافز أو دافع عشان تنمي مهاراتك المختلفة وقدراتك سواء في حياتك أو شغلك، فبالتأكيد ممكن تستعين بالفيديوهات اللي احنا شفناها، فيديوهات خاصة بمنصة أخضر. منصة أخضر للفيديوهات دي بتدي لك ملخص لكل الكتب العالمية المشهورة اللي ممكن تساعدك في حياتك العملية والاجتماعية، تبسيط الكتب بلغة جذابة وجميلة ومختلفة إليك. حقيقة مع كل كتاب في شرح وافي، شرح مبسط بتعليق صوتي باللغة العامية وبنبرة صوت جذابة هتوصل لك الرسالة بمنتهى السلاسة والبساطة. خلونا نحكي حكاية المنصة وتطبيق أخضر مع صناعه الشباب اللي منورنا النهاردة في صباح الخير يا مصر، أستاذ محمد أسامة المدير التنفيذي لمنصة وتطبيق أخضر. صباح الخير، برحب بحضرتك. وكمان معانا عبد الرحمن إسماعيل مدير العمليات بالمنصة. صباح الخير عليكم ونرحب بكم معنا في صباح الخير. صباح الفل. الحقيقة خلينا نبدأ من الفيديو اللي شفناه احنا، واحنا قبل الهوا عمالين نقول احنا كلنا هذا الرجل، كلنا محتاجين فعلا نقف وقفة، لان يعني وانا بشوف الفيديو بجاوب على الإجابات، لا احنا فعلا وصلنا لدرجة الإدمان. خلونا نبدأ بالفكرة، ليه فكرتوا في فكرة التطبيق من البداية والفيديو كمان اللي شفناه؟ بصي، انا بحب القراءة من صغري، على الرغم من ده ما كانش له علاقة اصلا بدراستي، وانا كنت وانا صغير كنت بحب اشرح الكتب لاصدقائي، لان لما اشرح كتاب لحد انا بستفاد ان انا بفتكر المعلومة، وفي نفس الوقت صديقي بيستفاد ان هو بدل ما يقرا يقعد يقرا في الكتاب، انا بقول له الخلاصة بتاعت الكتاب. فجيت في 2016 قلت اما اعمل ده اونلاين وعلى اليوتيوب، عملته على اليوتيوب بشكل بسيط خالص، وكنت متخيل ان عدد الناس اللي ممكن تكون مهتمة بالنوع ده من المحتوى مش كبير قوي، ممكن 100 شخص مثلا ولا حاجه كاقصى تقدير، بشكل بسيط خالص، اكني قاعد مع صاحبي على القهوه، مش بشكل معقد. وعملته اونلاين وحطيته، وعملت اتفاق مع نفسي ان انا كل اسبوع هعمل ملخص كتاب بشكل انيميشن بسيط زي ما شفنا. اتفاجئت بقى بعد 2 تقريبا مما كنت عملت 8 حلقات ان في ناس كتيره جدا اهتمت بالنوع ده وعجبها، وحست ان ده بيحللها مشكلة وبيقدم لها قيمة. اتفاجئت مثلا وانا فاتح الفيسبوك ان في شخص مشهور، اكتر من شخص مشهور بيشير الحلقات، دخلت ولقيت ان في كومنتات وناس كتيرة جدا ولايكس انا بصيت على الشغل، حاجه عظيمه جدا ورائعه جدا، وانتوا بتاكدوا كمان فكره انه المضمون الجاد او المضمون اللي بيحمل قيمه ليه مكان على السوشيال ميديا، عكس ما الناس فاكره انه بس المضمون الترفيهي والخفيف، لا انا ممكن اعمل ملخص
لكتاب مهم فيه قيم للناس. ده هيخليني أسأل عبد الرحمن إزاي ابتديت هذا المشروع منصة أخضر واختياراتكم للكتب، لأنه عندنا كتب كتيرة في مجالات كتيرة جدا، بس السؤال إزاي أختار الكتاب اللي فيه رسالة جذابة وممكن يأثر على الناس. يعني طريقة تقييمنا للكتاب أو اختيارنا ليه بتبقى ليها أكتر من محور أو أكتر من معيار. طبعا المعيار الأهم في كل الكتب إن هي لازم تبقى كتب عملية يقدر الشخص يستفيد منها. في كتير من الكتب المشهورة اللي ممكن الناس بتبقى تريندي أو الناس مهتمة إن هي تشوفها أو أسماءها مسمعة، ولكن فعلا الكتب دي مبقاش فيها. اديني أمثلة كده، زي إيه الكتب مثلا اللي احنا دلوقتي قاهر الهاتف الذكي؟ لا، في عناوين كتير احنا دلوقتي المنصه تقريبا فيها اكتر من 2000 ملخص بتغطي اكتر من 16 قسم. فالكتب دي كلها بنتكلم في كتب ليها علاقه برياده الاعمال، كتب ليها علاقه بالتربيه لو ام حابه ان هي تهتم بالموضوع ده، بالعلاقات العاطفيه، بالبزنس، بالفلسفه. تقريبا كل المكتبه الغير روائيه احنا بنقدم ليها ملخصات. الجانب اللي احنا شفناه هو شويه ليه علاقه بتطوير الذات، لكن في عناوين تانية ممكن تبقى يعني من الكتب ممكن اللي تبقى مشهورة أو كمان فيها قيمة قوية جدا، زي كتاب مثلا رجال من المريخ ونساء من الزهرة. نفس العنوان ده أو عناوين كتير مشابهة ليه إحنا بالفعل بنقدمها من خلال منصتنا. وبنحاول بنراعي طول الوقت إن الكتاب اختياره زي ما قلت لحضرتك إن هو الكتاب يبقى بالفعل ليه قيمة كبيرة جدا، وبنعتمد إن الشخص يعني هو اللي بيقرأ الكتاب ده في حد في الأول بالفعل قارئ وليه اهتمام أو شغف بالمجال اللي هو بيقرأ فيه، فهو قادر فعليا يستخلص الفكرة الرئيسية أو المهمة من العنوان ده ويقدمها بالشكل البسيط إن هو الفن المتلقي هو قادر يعني يلاقي نفسه في كل حاجة بتتقال في الموضوع اللي بيتقدم. ده خليني أسألكم عن فريق العمل اللي بيقوم على تلخيص المجموعة الكبيرة من الكتب اللي اتحطت على المنصة لحد دلوقتي، إزاي بيتم اختياره؟ وهل فتحتوا المجال إن ممكن حد ما كانش معاكم وعرض إن هو قرا كتاب مثلا متميز وعايز يعرضه من خلال المنصة إن ده يتم من خلالكم؟ هو احنا عندنا في أخضر 4 فرق. خليني أكلمك على فريق المحتوى. فريق المحتوى كذا لير. أول لير هو احنا هنعمل ايه، في ناس بتحدد ايه الكتب اللي المفروض نعملها، لأن احنا عندنا 16 قسم وبننتج ممكن ما يعادل 100 كتاب في الشهر، فده رقم كبير والمفروض ان الرقم ده يبقى طالع بشكل متوازن. يعني ما ينفعش مثلا قسم معين نركز عليه ويبقى كل الكتب موجودة فيه. فاحنا المرحلة الأولى هو هنعمل ايه، او اللي بيحطوا الخطة احنا مثلا خلال الثلاث شهور دول هننتج العدد المعين في القسم الفلاني. بعدين الناس المعدين بقى نفسهم، ودول متواجدين على مستوى الجمهورية، يعني احنا مش بنشتغل في مكان واحد، احنا بننسق عن بعد مع ناس كتيرة جدا ومتخصصة في مجالات مختلفة. الناس ديت علشان تعد المحتوى لازم تبقى هي بتعد في جايد لاينز معينة او في اطار معين، بحيث ان كل الملخصات او كل المحتوى يبقى شبه بعضه، لان المتلقي وهو بيسمع او بيتفرج هو عايز يشوف محتوى متشابه، فالناس المختلفة اكيد بتكتب باساليب مختلفة. فمهم ان انا من الاول ادربها واحط لها اطار بحيث ان الناس كلها تبقى بتطلع منتج شبه بعضه. دي المرحلة الثانية. الشخص وهو بيعد لازم يحط ريفرنس، انا مثلا جايب المعلومه ديت من الجزء الفلاني، علشان في شخص تاني هيراجع وراه بتاع المرحله الثالثه، بحيث ان المحتوى المقدم ابقى انا متاكد 100% مش معتمد على شخص ولا راي شخص، ابقى انا متاكد 100% ان هو اكيوريت او دقيق. 100%. دي المرحله الثالثه. بعدين مرحله الفويس اوفر، ان المحتوى ده بقى يسجل بشكل صوتي او يدخل في شكل فيديو. واخر مرحله هو مرحله النشر، ان المحتوى ده يتنشر بمعدل مناسب مع تلقي الجمهور لي. هقف شويه عند المرحله الاولى واروح لعبد الرحمن. مهمه مش سهله ابدا، صعبه انك انت تلخص او تختصر كتاب، ممكن كتاب يصل الى 200 300 صفحه في فيديو مدته دقيقتين ثلاثه من خلال رسمه وسبوره وقلم. هنا ازاي او فكره ازاي الكتاب بتقف عند المعاني او الافكار الاساسيه فيه، وازاي بتترجمها من افكار الى معلومات سريعه من خلال السبوره والرسمه والقلم اللي احنا شفناه؟ طيب هو التجربه طبعا مرت باكتر من شكل وتطورت لحد ما وصلنا للشكل الحالي. يعني هو احنا بنعتمد في الاصل زي ما قلت لحضرتك ان هو الشخص اللي بيقرا الكتاب ده بشكل ما او باخر هو ليه اهتمام بالمجال ده. يعني لو احنا بنتكلم في مواضيع ليها علاقه بالاقتصاد مثلا، فده شويه حاجه معقده ان هو اي قارئ ممكن يستهوي الموضوع ده او يقدر حتى يستنبط الافكار المهمه من خلاله. فبنحاول نهتم ان القارئ اللي في المجال ده سواء
في التربية، في الاقتصاد، في أي موضوع من الموضوعات دي، يبقى هو حد مهتم بالحاجة دي، فهو قادر بعد ما يقرأ الكتاب أو من خلال قراءته للكتاب فعلا يستشف الأفكار أو يستنبط الأفكار للكاتب محتاج إن هو يوصلها. ده في البداية. بعد كده بنبدأ، لما بتبدأ قراءة الكتاب هو بيبقى فيه إطار للتعامل مع الكتاب، إن هو في أول مثلا مرحلة بيقرأه بيقدر من خلال يطلع زي درافت مثلا لكل جزء بشكل معين. بعدين بيبقى فيه زي قراءة تانية من حد بقى زي مراجع أو بيشوف إن الكلام اللي مكتوب ده هو ده مطابق بالظبط للفكرة. لأن أوقات أنا ممكن عايز أصيغ فكرة فرأيي الشخصي ممكن أقوله أو إن أنا بصير، ما أقولش رأيي الشخصي، إن رأي الكاتب اللي بنقله للمتلقي بالظبط. أنا بعمل مراجعة عليه الكتاب مش بقول رأيي فيه، فأنا مهم جدا يعني أخد بالي من حتة زي كده. بعد ما يعني بعد ما بنستخرج الأفكار بشكل منفصل بيبقى فيه عملية معالجة ليها، بحيث إن هي إزاي تصاغ في سكريبت مترابط، يبقى فيه سرد قصصي يتلائم بقى إن أنا وأنا قاعد كده أنا مش حاسس إن أنا في قطعات، أنا التسلسل سلس جدا، قادر إن أنا أعبر عن المحتوى المكتوب ده بطريقة صوتية ممتعة، وكمان قادر إن أنا أعرض ده بشكل يعني فيجوالز أو حاجات متصورة بشكل جميل جدا. طيب احنا عايزين نستغل الفرصة ونوري سادة المشاهدين نموذج تاني كمان من النماذج اللي انتوا عاملينها، نموذج تلخيص للكتاب فن اللامبالاة، خلينا نشوفه بعدين نرجع نكمل لقائنا مع ضيوفنا. تشارلز بوكوفسكي واحد من أشهر وأنجح الروائيين والشعراء في العصر الحديث، صاحب مؤلفات كتيرة كلها انتشرت بسرعة كبيرة ونجحت نجاح غير متوقع. ويمكن أول حاجة هتيجي في دماغك لما تعرف تفاصيل نجاح بوكوفسكي هي إنك هتفتكره شخص منضبط وملتزم وشخص بيقرأ وبيكتب دايما وتعب في حياته عشان كده وصل للنجاح اللي هو فيه، لكن ده مش حقيقي. ولو رجعنا لقصته هنلاقي إن حياته كانت مثال للفشل، كان شغال في وظيفة عادية ملهاش علاقة بالكتابة، وبالنسبة للكتابة نفسها فكانت دور النشر بترفض أي حاجة بيكتبها، كانت كتاباته سيئة ورديئة، والوضع فضل كما هو لحد لما عدى سن الخمسين. ووقتها جاله عرض متواضع من دار نشر، وعلى الرغم من ان فلوسها اقل من فلوس شغله الا انه بيشوف انها مش فارقة كتير، وبالفعل بيستقيل من شغله وبيبدأ يكتب، وبتنزل كتبه المكاتب وتحصل المفاجأة، كتبه بتنتشر بشكل غير متوقع، وبيتحول الكاتب الفاشل اللي عايش في حياة اشبه بمستنقع لواحد من اهم الادباء والشعراء. اللي الكاتب بيحاول يقوله من القصة دي إن المحاولة والتعب مش كل شيء، وممكن تتعب طول حياتك وفي الآخر ما توصلش لأي حاجة، أنت كمان ممكن ما تتعبش وتوصل للي أنت عايزه وأكتر، بس قبل ما تتسرع في الحكم وتكتئب وتقرر إنك ما تعملش حاجة في حياتك، تعال نفهم الموضوع بشكل أعمق، وليه الكاتب بيبدأ الكتاب وهو بيقول لنا ما تحاولوش؟ جاهز كوباية الشاي في إيدك علشان نبدأ نشرح أهم كتاب تنمية ذاتية، واللي في نفس الوقت بيهاجم معظمها وبيديك نظرة مختلفة تماما عن نفسك وعن الحياة، وكمان تقدر تحسن حياتك وتشوفها بمنظور جديد بملخصات كتب النمو الشخصي على تطبيق أخضر. زي ما شفنا كتاب فن اللامبالاة، ما شفناش عرض معلوماتي، بس ما شفناش معلومات عن الكتاب، من هو المؤلف، الكتاب يحتوي على إيه، لكن ابتديته بقصة فكرة السرد أو الحكي. اخترت نموذج مايكوفسكي واتكلمت عنه إنه إزاي يعني كان فشل في حياته بدأ بعد سن الخمسين. فكرة الحكي دي فكرة جذابة جدا، بتعتمدوا عليها كتقنية في عرض الكتب بشكل كبير. بالضبط، موضوع الستوري تيلينج أو أن أنا أحكي لك حكاية، ومن بعد الحكاية ده أنا أربطها لك بفكرة أو أربطها لك بمبدأ. الناس بتحب النوع ده من المحتوى جدا، احنا شعوب بنحب الحكي قوي، شعوب حكاءة جدا يعني، وخصوصا كمان العصر اللي احنا فيه هو عصر الناس ما عندهاش وقت، وهو مشغول دايما بيعمل حاجة تانية، فانا محتاجة اقول له الحاجة بابسط شكل ممكن. احنا دلوقتي في عصر التيك توك، فانا بحاول اخلي الكتاب اشبه بالتيك توك، اخلي المحتوى او الفيديو لايت جدا لدرجة ان انا ممكن اسمعه واحصل على المعلومات اللي فيه حتى وانا بمارس نشاط تاني، يعني ممكن مثلا وانا برتب البيت، ممكن وانا في الجيم، ممكن وانا رايح الطريق، انا وانا في الانشطه ديت انا مش مركز 100% مع الكتاب ولا مع المحتوى، انا بعمل حاجه تانيه، فبالتالي لازم المحتوى يكون بسيط جدا. احنا بنركز على الحكي وبنركز كمان على ان يبقى فيه كول تو اكشن، يعني انا بقول لك حاجه هتعملها في حياتك، مش بقول لك معلومه مجرده كده جافه، حاجه تطبق في الحياه بالظبط. فاحنا دول المبدئين اللي احنا بنركز عليهم في اخضر، لازم الملخص او لازم المحتوى يكون
متقال بصوره محكيه، في حكايه وفي كمان كول تو اكشن، حاجه انت هتنفذها في حياتك. فبالتالي ده اكتر محتوى ممكن مناسب مع العصر اللي احنا فيه دلوقتي. وده برضو ترجم في الارقام، يعني مثلا لما تيجي تتكلم على محتوى جاد ومحتوى كتب، احنا دلوقتي عندنا اكتر من 80 مليون مشاهده، فانت بتتكلم في نسبه وصول كبيره جدا بالنسبه لمحتوى جاد، مش محتوى ترفيهي او محتوى تحدي كبير يعني. بالظبط. طيب استاذ عبد الرحمن، المعادل البصري اللي اخترتوه، فكره الرسم اللي هو اشبه مثلا بكاريكاتير في بعض الاحيان زي ما شفنا في الفيديو ده، او الفكره اللي قبليها، الصيغه دي توصلتوا لها ازاي؟ ليه قررتوا ان دي تبقى الصيغه مش معادل مثلا بصري ان انا هجيب فيديوهات او صور لاشخاص، لو بتكلم عن شخصيه وليها فيديوهات معينه هي دي اللي هحطها تبقى المعادل البصري اللي بيتم عليه سرد الحكايه؟ طيب هو اختيار ده من يعني او هو من البداية لما اشتغلنا على طريقة تقديم الفيديوهات دي أو التمثيل البصري بالطريقة دي، هي كانت هي طريقة مرنة مناسبة إن احنا نعرض بيها مواضيع متنوعة ومختلفة. وبعدين في التطور بتاعها بدأنا إن احنا بشكل ما أو بآخر نستثمر فيها أكتر، إن احنا نبقى قادرين نستثمر في الأشكال اللي بتقدم أو المايند مابينج بشكل ما أو بآخر. دي طريقة متميزة جدا في التعليم، إن أنا لما بعرض حاجة بطريقة منسقة، المعلومة العنوان الرئيسي بشكل معين والعناوين الفرعية متقسمة بشكل ما، وبعدين ببدأ إن أنا أربط لك شخصية مثلا، يعني لو أنا بدأنا المشهد أو بدأنا القصة بكاركتر وبعدين الكاركتر ده بدأ يتنقل معانا من مشهد لمشهد، فدي متميزة جدا إن هي بتقدر توصل الفكره بشكل سلس جدا وجذاب وكمان ممتع للعين. واحنا يعني في العصر اللي احنا فيه دلوقتي، الحته البصريه وان الحق الواحد يشوف حاجه فعلا الوانها جميله وشكلها ممتع وجذاب، بتبقى نقطه مهمه جدا، ان هي عنصر مهم لا يقل اهميه عن فكره ان المحتوى نفسه او طريقه الاداء الصوتي تبقى قويه وجذاب. مهمة كمان الاداء الصوتي كمان يا ليلى، زي ما شفنا في حماس وفي قريب للودن يعني والقلب بسرعه كده، بيحسسك بالكلام ومعنى الكلام، وده مهم جدا اختيار الاداء الصوتي او من يؤدي الكتب صوتيا. بالظبط، احنا ده برضو من ضمن الحاجات اللي خدت منحنى تطور كبير، ان هو ازاي الشخص اللي بيؤدي الصوت ده، يعني احنا بنحكي ممكن في النص انا عايز ارمي افيه، الافيه ده هو في سياق معين بيريليت مع الناس لمشهد ما من فيلم او كده، فالافيه ده لو مرمي بطريقه كويسه وفي سياق كويس بس بدون اداء مظبوط، يعني هتحس ان ليه اثر وواقع يعني مش هيبقى طعمه حلو كده وحاسس ان انت مستسيغه. فطبعا الشخص اللي بيأدي هو بالفعل ممثل صوتي وشخص بالفعل بيأدي ده بشكل محترف، فلما بيعمل ده مع الحبكه بتاعه القصه مع حبكه التصميم والسرد مع كل ده، فهو المنتج في الاخر بيبقى الى حد كبير مرضي للجمهور وكمان مرضي لي. طيب استاذ محمد، بالنسبه للتواصل والارقام اللي حضرتك بتتكلم عنها، الملايين اللي فعلا تفاعلت مع التطبيق ومع المحتوى اللي موجود عليه، ايه اهم ردود الفعل اللي بتيجي او التعليقات اللي بتيجي؟ وهل في مثلا مجال معين هو اللي فيه اقبال على متابعه المحتوى الخاص بيه اكتر من محتويات تانية، ولا يعني الموضوع ماشي بنسبه متساويه؟ وكمان الفئات المقبله اكتر على متابعه المنصه؟ بصي، وانا زي ما قلت لحضرتك في البدايه، النجاح او الارقام دي كانت بالنسبه لنا مفاجأة، يعني احنا ما كناش متوقعين ان العدد، ان يبقى في عدد كبير مش بس في مصر، في الوطن العربي كله، وحتى مش بس في الوطن العربي كله، عندنا في ناس عرب موجودين في اوروبا وامريكا، عندنا جمهور كبير في تقريبا 173 دولة مختلفة. فاحنا النجاح ده فاجئنا، وخصوصا مع محتوى جاد، ف تقريبا ممكن مثلا متوسط عدد مشاهدات بشكل شهري اكتر من مليون مشاهده، و80 مليون مشاهده بشكل اجمالي. وبعدها اطلقنا المنصه بتاعتنا، عندنا اكتر برضو من 2 مليون مستخدم. اما بالنسبه لايه الناس بتحب نوع محتوى ايه، اكتر محتوى الناس بتحبه هو المحتوى اللي بيبقى تطبيقي اكتر ما يمكن، وده بينطبق على كتب مثلا العلاقات الاجتماعيه، كتب تطوير الذات، كتب علم النفس، الكتاب اللي انا هستخدمه في حياتي. في بيجي لنا فيدباك بخصوص مثلا اللهجه، ممكن مثلا المحتوى زي يكون متخصص اكتر مع كل دولة مختلفة، بحيث ان تبقى لهجات يبقى المحتوى قريب منها اكتر. في برضو بيجينا محتوى ان احنا ممكن ننزل لفئات عمرية اصغر شوية، بحيث ان الاطفال كمان ممكن. بالظبط، يعني في اباء كتيرة قوي حابين يبقى الموضوع ده موجود، ان هم اعلم ولادي ازاي يقروا او يتعودوا على الكتاب،
فده اكيد لو بالظبط. وده اللي احنا هنحاول نعمله الفتره الجايه، ان احنا ازاي برضو نقدر نخدم الاطفال الصغيرين ونبدا ندخلهم ونعرفهم على عالم الكتب والقراءه بشكل عام. يعني نموذج مشرف بجد يا ليلى، انا سعدت جدا ان انا اتشرفت بيكم النهارده، ونموذج كمان يقدم للناس انه ممكن مضمون جاد وثقافي ومحتوى ثقافي وجاد يبقى ليه تاثير. 80 مليون ما شاء الله، يعني بتكسبوا اكيد من ورا منصه اخضر يعني الحمد لله مشهود يعني، بس ما شاء الله يعني تجربه ثقافيه شبابيه جميله وممتعه. واشكركم كمان بتعمل نوع من الاغراء بالقراءه، يعني اكيد لما الواحد يسمع الفيديو ده عن كتاب مثلا زي فن اللامبالاه او اي كتاب تاني، انه ممكن يروح يشتري الكتاب بقى يبتدي يقرا يعني قراءه معمقه، لان كده بنرجع عاده القراءه مره تانيه. فجاي انت بتعمل فيديوهات كده مشوقه او مغريه للقراءه من جديد. بشكركم شكرا جزيلا. شكرا. بشكر محمد أسامة المدير التنفيذي لمنصة وتطبيق أخضر، بشكر عبد الرحمن إسماعيل مدير النشاط بالمنصة، نورتونا. شكرا جزيلا. شكرا ليكم، نتمنى لكم التوفيق، ونوجه دعوة كمان من خلال صباح الخير يا مصر لجميع الشباب ان هم يدخلوا على التطبيق والمنصة ويتابعوا ملخصات الكتب اللي شفنا يمكن نماذج شيقة منها. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع نكمل بعد فقرتنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب مصر الأول كرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خاض أول تدريباته الجماعية على استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 واللي هتقام في كوت ديفوار وهتنطلق 13 يناير الجاري. كمان خاض لاعبو الفرانة تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت قيادة فيتوريا اللي حرص على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأول في المعسكر واللي هيستمر حتى السفر لكوت ديفوار يوم 9 يناير المقبل. مسؤول اتحاد الكرة أكدوا أن مباراة نهائي كأس مصر موسم 2023-2024 بين الأهلي والزمالك هتقام يوم 13 مارس المقبل داخل مصر بشكل نهائي، وأن إقامتها خارج مصر كانت مجرد اقتراح. معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب النادي، واتكلم عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة الاستعداد بأفضل شكل ممكن خلال فترة التوقف الدولي الحالي. أما شيكابالا فخاض مجموعة من التدريبات البدنية والتأهيلية داخل صالة الجيمنيزيوم ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني لتجهيزه للفترة المقبلة. والفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب استأنف تدريبات واستعدادا لمباراة كأس الرابطة اللي بيستهلها الفريق بمواجهة المصري البورسعيدي يوم 9 يناير الجاري. أدى الفريق ميرانو بعد الحصول على راحة لمدة يومين، وحرص المدير الفني عقد اجتماع مع الجهاز المعاون لوضع خطة للإعداد للفترة المقبلة، كما عقد جلسة مع اللاعبين قبل الميران. المغربي رضا سليم لاعب النادي الأهلي بيخوض المرحلة الأخيرة حاليا من برنامجه التأهيلي على استاد التتش، واقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الكتف. نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أعلن عن تجديد عقد لاعبه السنغالي باب ماتر سار بعد عقد طويل الأمد بعد تألقه هذا الموسم، حيث سيستمر مع الفريق حتى عام 2030. الأسباني فالفيردي المدير الفني لفريق أتلتيك بلباو فاز بجائزة أفضل مدرب عن شهر ديسمبر المنتهي بالدوري الإسباني خلال الموسم الجاري، وقدم فالفيردي أسفا أتلتيكو بلباو للمركز الخامس في جدول الدوري. نادي بيرمنغهام سيتي أعلن بشكل رسمي إقالة مدربه وين روني بعد 15 مباراة فقط من تولي قيادة الفريق في منتصف أكتوبر الماضي، وده بعد تراجع الفريق من المركز السادس في دوري القدم بالجهاز للمركز العشرين.
فريق اي سي ميلان اتأهل لدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا بعد فوزه الكبير على فريق كياري بنتيجة 4-1 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب سان سيرو في إطار منافسات دور ال 16 من بطولة كأس إيطاليا. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي هالة على الجولة الرياضية. لسه دايما الحضارة المصرية هي محل إبهار للعالم كله، قادرة على إثارة الدهشة في كل يوم. العالم كله بينتظر بترقب افتتاح أحد الصروح الثقافية والمتحفية العملاقة، المتحف المصري الكبير اللي قدر خلال عام من التشغيل التجريبي خلال عام 2023 تحقيق رقم زيارات ضخم جدا. احنا بنتكلم على حوالي 800 ألف زيارة ليلة في سنة واحدة في 2023. حي محمد، التشغيل التجريبي ده كان فيه مجموعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة اللي يعني يمكن حطت صورة كده بشكل عام للمتحف وأهم الحاجات اللي موجودة فيه، لكن خلونا نتكلم عن حصاد التشغيل التجريبي مع دكتور عيسى زيدان مدير الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف الكبير. صباح الخير، بنرحب بحضرتك. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. خلينا بداية نتكلم عن الرقم النهائي لعدد الزيارات للمتحف المصري الكبير واللي كانت خلال عام 2023 في التشغيل التجريبي ليه، واحنا عارفين التشغيل التجريبي ده ان مش كل الأماكن كانت مفتوحة للزيارة بالنسبة للجماهير. وطبعا زي ما حضرتك قلتي هو عدد ضخم جدا من خلال تشغيل تجريبي وليس افتتاح للمتحف في اماكن محدوده جدا زي منطقه المسله المعلقه، زي منطقه البهو العظيم ومنطقه الدرج العظيم، بالاضافه الى المنطقه التجاريه. التشغيل التجريبي ده ليس خلال عام 23 ولكن هو في ايام قليله او شهور قليله جدا في خلال عام 23 حققنا الحمد لله زيارات ما يقرب من حوالي 750 ألف زائر، وده بيدينا يعني مؤشر جيد جدا على ان المتحف خلال الافتتاح الرسمي ان شاء الله اللي كان مستهدف ان هو يحقق 5 مليون زائر سنويا ان شاء الله هيحقق اكثر من 5 مليون باذن الله، وهيكون قبله السياحه لمصر باذن الله. دكتور عيسى، من يعني اصدقاء اللي راحوا وزاروا المتحف الكبير ونقلوا خبرتهم، يعني قالوا لي انه فكره العرض التفاعلي كانت من اكثر الافكار المميزه جدا واللي فعلا بتقدم اسلوب متحفي جديد ومختلف بشكل كبير عن سابقاته من العروض المتحفية اللي احنا بنشوفها في المتاحف المختلفة. هو طبعا هو في عرض تفاعلي بيخص الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون. من خلال هذا العرض التفاعلي بيتكلم وبيحكي عن فصول كتيرة جدا في حياة مصر القديمة. بيبدأ الفصل الأول عن بيتكلم عن نشأة مصر، نشأة مصر في العصور القديمة من خلال أول معبود أتوم وتكليها على التل الأزلي، وثم بعد ذلك بيتكلم على جمال مصر ونجوم مصر المتلألئة في حتى يشرق إله الشمس الإله رع، ثم بعد ذلك موضوع تاني من خلال العرض التفاعلي بيتكلم على سحر مصر وجمال مصر بالألوان، بيعرض إزاي مصر كان الفنان المصري القديم كان مبهر وكان رائع في خلال استخدامه للألوان من المعابد والمقابر النقوش اللي هي الجميلة جدا اللي بتخص المصري القديم، ثم بعد ذلك بيتكلم عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وكل وسائل الإعلام اللي كتبت وصوت كارتر وهو بيحكي عن هذا الاكتشاف انه أعظم كشف أثري في العالم، ثم هذا العرض التفاعلي بينتهي بكنوز الملك توت عنخ آمون اللي هي مميزة جدا وبيعرضها زي القناع الذهبي زي التوابيت المذهبة بالإضافة إلى 5398 قطعة بيتم عرضهم من خلال العرض التفاعلي اللي هو موجود في المتحف المصري الكبير، بالإضافة طبعا أن احنا العروض اللي هي المميزة جدا وسيناريو العرض المميز الرائع جدا للأثار اللي هي موجودة على الدرج العظيم اللي هي موجودة في قاعات العرض الرئيسية 12 قاعة من أهم وأجمل قاعات العرض المتحفي في المتحف المصري الكبير، بتبدأ من عصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني، بالإضافة إلى قاعتين الملك توت عنخ آمون الحمد لله العمل انتهى فيها بنسبة 99%، بيتم وضع اللمسات النهائية خلاص الحمد لله. قاعات عرض لتوت عنخ آمون هتبهر العالم كله، هيتم عرض مجموعة من الآثار المميزة جدا للفرعون الذهبي لم يراها أحد من قبل، لم يراها الدارس أو الزائر بصفة عامة، ده المتحف مؤسسة ثقافية حضارية متكاملة هيتم عرض فيها
كل الآثار اللي هي بتخص الحضارة المصرية القديمة. نعم. طيب دكتور، مع نجاح تجربة العرض التفاعلي للملك أو الفرعون توت عنخ آمون، هل الفكرة دي هتستمر مع افتتاح المتحف بشكل رسمي؟ هل هيكون في تفكير في عروض تانية مشابهة بأفكار مختلفة، ولا هي هتنتهي مع انتهاء الافتتاح التجريبي أو التشغيل التجريبي؟ لا، هي العروض التفاعلية والمعارض المؤقتة مستمرة داخل المتحف المصري الكبير. العرض التفاعلي مستمر الخاص بالفرعون الذهبي. هناك اتجاه وتفكير ان يتم يعني عروض تفاعلية كثيرة جدا، يعني ممكن عرض تفاعلي يتكلم عن الملك خوفو ومن هو الملك خوفو ومراكب الملك خوفو، عرض تفاعلي يتكلم عن الجد الأعظم للقدماء المصريين اللي هو الجد الفرعون رمسيس الثاني. ففي أفكار جديدة جدا هتبقى مستمرة لعروض تفاعلية سواء داخل المتحف أو داخل المعارض المؤقتة بالمتحف المصري الكبير. دكتور، إيه أبرز المناطق اللي ممكن كمان زيارتها داخل المتحف الكبير؟ هو احنا طبعا حضرتك لو خدنا الزائر او حضرتك جاي تزور المتحف المصري الكبير، هتبدا من ميدان المسله المعلقه، ميدان مسله الملك رمسيس الثاني، ثم بعد ذلك البهو العظيم اللي هو فيه تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود الملك ميرم بتاح وتمثال لملك وملكه من العصر البطلمي، بالاضافه بعد ذلك الى الدرج العظيم اللي هو عليه 60 قطعه من الاثار الثقيله والضخمه جدا، بعض القطع بتزن أزيد من 55 طن موجودة على الدرج العظيم. ده طبقا لسيناريو عرض موجود بيتكلم عن الملكية، بيتكلم عن الأماكن العبادة في مصر القديمة، الملك وعلاقته بالآلهة، الحياة الأخرى، وبينتهي الدرج العظيم ببانورما عرض رائعة الأهرامات الثلاثة، إحدى عجائب الدنيا السبعة، وكأنها معروضة في فاترين العرض. ثم بعد ذلك هيزور اللي هو قاعات الملك توت عنخ آمون وقاعات العرض الرئيسية، بالإضافة إن إحنا عندنا متحف نوعي مميز جدا جدا مش موجود في العالم، بيختص بمراكب الملك خوفو. صحيح. المركب الأولى والمركب الثانية اللي بيجري العمل الآن على ترميمها بالتعاون مع الجانب الياباني، مراكب الشمس اللي هي المركب الأولى اتنقلت الحمد لله وموجودة داخل هذا المبنى المميز جدا، والمركب الثانية بيتم الآن العمل على تجميعها لأن تم استخراجها مؤخرا وبيتم ترميمها، عشان لأول مرة هيتم عرض المركب الأولى والمركب الثانية في بانوراما عرض رائعه داخل متحف مراكب الملك خوفو. دكتور، ايه هي اهم المميزات يمكن اللي موجوده في المتحف بالنسبه للسائحين وغير المصريين فيما يتعلق باساليب الشرح المختلفه للقطع الاثريه، كمان الشرح الصوتي بمختلف اللغات والامكانيات او التقنيات الجديده اللي موجوده في هذا المتحف واللي يمكن هتظهر بشكل كامل مع الافتتاح الرسمي؟ هو احنا بنتكلم عن ان المتحف مؤسسه قفيه حضاريه متكامله. المتحف طبعا الاثار كلها فيها بطاقات شرح، كل قطعه من الاثار موجوده على سواء في اي قاعه من القاعات العرض الرئيسيه اللي هي الليبلز اللي هي موجوده عليها بيوصف الاثر، ما هو الاثر، جاي منين، توصيف الاثر، بالاضافه عندنا طبعا شاشات العرض التفاعلي اللي هي موجوده في القاعات وموجوده على الدرج العظيم، كل وسائل التكنولوجيا الحديثة اللي هي بتستخدم في العرض المتحفي من التحكم البيئي، من الإضاءة، من الحرارة، من الرطوبة، كل ده موجود على الدرج العظيم وعلى قاعات العرض الرئيسية داخل المتحف المصري الكبير. الزائر أو السائح مش هيحتاج، ممكن لو جاي لوحده مش هيحتاج مرشد، وبالإضافة إلى ذلك إن المتحف شركة الإدارة بتوفر مرشدين على أعلى مستوى، يعني توفر لأي زائر بيجي يحب يزور المتحف المصري الكبير. بالإضافة طبعا المنطقة التجارية اللي هي طبعا يعني إحنا طبعا بعد الزيارات أي سائح أو أي ضيف بيحب يستريح، لو كان مثلا هياكل هيشرب حاجة، كل المنطقة التجارية، المطاعم على أعلى مستوى، الكافيهات على أعلى مستوى، الجيفت شوب اللي موجود. صحيح. في المتحف واحد من الأشياء المميزة جدا في المتحف المصري الكبير، فكل وسائل التكنولوجيا الحديثة وكل اللي يحتاجه السائح موجود، بالإضافة إن المتحف مزود لكبار السن وذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة في السلالم المتحركة في الأسانسيرات اللي هي بتوصلك للقاعات، فكل شيء مدروس ومعمول. يعني كل الخدمات مقدمة دكتور عيسى، خدمات زي ما حضرتك قلت أثرية وثقافية وترفيهية كمان لكل زائر، بتضمن له تجربة ممتعة وتجربة مختلفة في زيارة المتحف الكبير. عايزين نتكلم مع حضرتك يعني عن البوابة الأخيرة اللي تم تركيبها امبارح وكانت بمثابة تحدي. احنا عارفين انه في كل لحظة يعني وفي كل ركن من أركان المتحف الكبير العمل متواصل مستمر، لكن تركيب البوابة امبارح أو البوابة الأخيرة دي كانت بمثابة تحدي في تركيبها.
هو حضرتكم اكيد متابعينه كويسين، اكيد في كاميرات مركبها لنا عندنا داخل قاعه العرض بقى بصيه ولا ايه، انا مش عارف. هو فعلا في امبارح تم تركيب اعمده ضخمه للملك ميرم بتاعه وبوابه ضخمه جدا، كان تحدي كبير جدا، اعمده تصل الى 7 متر داخل قاعات العرض الرئيسيه، لان قاعات العرض الرئيسيه منقسمه الى فترين واثار ثقيله على القواعد الرئيسيه. كان في تحديات كبيره جدا داخل الاثار الثقيله على قاعات العرض الرئيسيه. الحمد لله انا امبارح انتهينا من تركيب الاعمده الخاصه بالملك ميريم بتاح والبوابه، وبالاضافه الى ان في بعض البوابات ايضا الكبيره جدا للملك سوروسيرت تزن هذه البوابات اكثر من 40 طن تم الانتهاء منها. فالعمل في الاثار الثقيله داخل القاعات الرئيسيه في تحدي كبير جدا جدا، الحمد لله نجحنا خلاص. احنا في وضع اللمسات الاخيره والقطع يعني بسيطه جدا، احنا 97% من الاثار الثقيله انتهينا منها، بالاضافه الى 99 من الفترين خلاص يعني داخل قاعات العرض الرئيسيه انتهينا منها خلاص الحمد لله. وضع اللمسات النهائيه خلال ايام هيكون انتهينا من كافه الاعمال ليكون المتحف جاهز للافتتاح بعد ان يتم تحديده من قبل القياده السياسيه. دكتور، في كمان يمكن خلال التشغيل التجريبي كان في ورش عمل بتقام للاطفال في بعض الاماكن بالمتحف، يعني كلمنا عن المضمون اللي كان موجود في الورش دي وفكره كمان توجيه ربما امكانيات ومميزات بالنسبه للاطفال وصغار السن ان هم يحرصوا ان هم يزوروا مكان زي المتحف المصري الكبير. هو طبعا هي ورش العمل مستمره يعني على طول داخل المتحف المصري الكبير. احنا بالمناسبه عندنا متحف الاطفال داخل المتحف المصري الكبير، وهو واحد من المتاحف المميزه جدا اللي هو بيعلم الطفل المصري الحضاره المصريه كيف نشات، بينمي الانتماء عند الطفل للحضاره المصريه القديمه. هل ده معروض فيها دكتور قطع اثريه ولا لا يعني ده شرح؟ لا، قطع مستنسخات موجوده داخل متحف الطفل، عشان طبعا في تلامس مع القطع، الطفل بيتعايش مع هذه القطع، فطبعا ما ينفعش ان هي تكون قطع أكيد. اثريه، فطبعا بيبقى مستنسخات موجوده داخل متحف الاطفال. بالاضافه ان احنا برضو عندنا كمان قاعه لمحاكاه الواقع الافتراضي داخل المتحف المصري الكبير، اللي هي بتتكلم عن نشاه الدفن عند المصري القديم وتطوره حتى وصلنا من اول الميكان بير لحد ما وصلنا لطريقه الدفن داخل الاهرامات. قاعه لمحاكاه الواقع الافتراضي، حضرتك بتخش القاعه بتلبس النظاره بتعيشي تجربه فريده جدا جدا، بالاضافه الى تجربه اللي هو العرض التفاعلي لتوت عنخ امون. هذه القاعه موجوده لمحاكاه الواقع الافتراضي موجوده داخل المتحف. ده شيء عظيم، شيء عظيم جدا. في اقل من دقيقه دكتور مختار، دكتور عيسى عفوا، لو تسمح لنا لفين وصلنا في العمل في مراكب الشمس، يعني وصلنا لغايه فين فيما يتعلق بمراكب الشمس داخل المتحف الكبير؟ هو المتحف الاعمال الهندسيه انتهت بنسبه 100%، التشطيبات 95%، المركب الاولى موجوده داخل المتحف المصري الكبير خلاص هيتم تاهيلها داخل المتحف، المراكب الملك خوفو هيتم تاهيلها خلال الايام القليله القادمه باذن الله. المركب الثانيه بيتم العمل الان على تجميعها تجميع مبدئي عشان هيتم عرضها جنبا الى جنب، بحيث ان هيبقى في تجربه برضه فريده جدا داخل مراكب الملك خوفو، ان الزائر اول ما هيدخل يشوف المركب الاولى وهي متجمعه، ياخد فكره ازاي المصري القديم كان عامل المراكب، ويكمل الجوله بتاعته وهو بيشوف المصري الحديث وهو بيجمع المركب الثانيه. فدي هتبقى برضه تجربه يعني فريده وهتبقى مؤثره جدا جدا مع الزائر، هيشوفنا واحنا بنجمع المركب الثانيه كما جمعها اجدادنا المصريين القدماء. اكيد جميعنا بننتظر الانتهاء من المتحف المصري الكبير من كل القاعات والافتتاح الكبير المنتظر ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور عيسى زيدان، مدير الشؤون التنفيذيه للترميم ونقل الاثار بالمتحف المصري الكبير. دلوقتي معادنا مشاهدينا مع موجز التاسعه صباحا، موجز لاهم الانباء والاخبار مع الزميله هاله الحملاوي. بنصبح عليكي مره ثانيه يا هاله، اتفضلي. شكرا محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق ودعم أمنه واستقراره. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصال الهاتفي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك، فضلا عن التطرق للأوضاع الإقليمية.
كما تطرق الاتصال بين الرئيس السيسي والرئيس الصومالي إلى استمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وأوضح مجلس الوزراء في بيان أن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان والمواطنين بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية وعدم انقطاع الكهرباء ليلا، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء بتنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال ساعات النهار فقط. ومن المقرر أن يتم اليوم البدء في تنفيذ قرار تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحا وحتى 5 مساء. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية كثيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وأفاد شهود عيان بوقوع شهداء ومصابين جراء قصف القوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. كما استهدفت قوات الاحتلال منازل شمال مخيم النصيرات وسط القطاع بالتزامن مع سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال على منازل المواطنين في مخيمي البريج ودير البلح، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين. تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى وقوع اشتباكات عنيفة في مخيم النصيرات وخان يونس أسفرت عن قتلى ومصابين في قوات الاحتلال. من جانبه أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة في اشتباكات بقطاع غزة. يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إسرائيلية أن 38 جندياً خضعوا لعمليات بتر أطرافهم جراء الاشتباكات في قطاع غزة، وأنه يوجد حوالي 2000 جندي في أماكن إعادة التأهيل جراء معاناتهم من صدمة المعارك. واصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، ففي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورا وداهمت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وفي شمال القدس المحتلة أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين في بلدة الرام، مما أدى لإصابة عدد منهم. كما اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مدينة طول كرم ومخيم نور شمس شرق المدينة، وسط تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 2 من جنوده جراء استهدافهما بصواريخ مضادة للدروع قرب مستوطنة رميم على الحدود مع لبنان. كان حزب الله قد أعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي في مستوطنة منارة بصاروخ مضاد للدروع، متوعدا بالرد على اغتيال القيادي في حماس صالح العروري، وأن الحادث لن يمر أبدا دون عقاب. دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إسرائيل إلى تجنب أي سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان، وذلك إثر اغتيال صالح العروري القيادي في حركة حماس بضربة صاروخية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال قصر الإليزي إثر مكالمة هاتفية أجراها ماكرون بالوزير الإسرائيلي بني غانس عضو مجلس الحرب الوزاري أن الرئيس الفرنسي شدد على أن باريس ستستمر في إيصال هذه الرسائل إلى كل الجهات الفاعلة المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة. في الوقت نفسه أكد ماكرون أن التصريحات المتعلقة بتهجير سكان غزة غير مقبولة وتتعارض مع حل الدولتين. أعلن مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن نيكولا ديريفيير أن المجلس سيجتمع اليوم لبحث الملاحة بالبحر الأحمر. ووصف المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة وضع الملاحة بالبحر الأحمر بالسيء، مشيرا إلى أن هناك تكرارا للانتهاكات والأعمال العسكرية في هذه المنطقة. من جانبها أعلنت الخارجية الأمريكية أن أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون بحثا أهمية تحرك جماعي متعدد الأطراف لمواجهة الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ورياضيا، خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الأولمبية في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار. ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مباراة ودية في 7 يناير أمام تنزانيا على استاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية. ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية مع كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الموزمبيقي يوم 14 يناير. انتهى موجز 9 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. النهارده الحقيقه بيوافق ذكرى ميلاد الفنانه الكبيره والقديره الراحله ناديه لطفي، اللي كان ليها رحله فنيه مليئه بالابداع والعطاء والتميز ومشاهد عظيمه ورسائل اعظم في افلامها واعمالها المختلفه. هي ايقونه الفن المصري يا ليلى، مين مننا او من ذاكره المصريين ممكن ينسى شخصيه ماتي في النضارة السوداء، أو شخصية زوبة في ثلاثية نجيب محفوظ، أو شخصية لويزا المشهورة جدا في الفيلم فيلم ناصر صلاح الدين يوسف شاهين. أعمال وشخصيات مهمة جدا وراسخة في ذاكرة المصريين حتى الآن. في ذكرى ميلادها ما ينفعش نفوت الذكرى دي من غير ما يكون معانا من اؤتمن على ذكرياتها أو على مذكراتها الخاصة، الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن الحكيم اللي سجل مذكراتها في كتاب مهم جدا، هو كتاب اسمي بولا نادية لطفي تحكي. وكتاب بيتكلم عن حياتها وعلاقتها مع السينما والفن ومواقفها السياسية والحياتية المختلفة، كمان تجربتها الطويلة جدا مع الفن المصري. معانا الأستاذ أيمن الحكيم، بنصبح عليك أستاذ أيمن. صباح الخير على حضرتك. صباح النور، كل سنة طيبين، ويعني ونشكركم والله ان انتوا فاكرين الست نادية لطفي. الحقيقة واحدة من رموز الفن المصري والسينما المصرية، كانت ست جميلة الحقيقة. ناس كتيرة قوي أستاذ أيمن ما يعرفوش إن اسمها اسمي بولا، ويعني كلمنا عن القصة دي وبداية علاقتك مع الأستاذة نادية لطفي، لأن ليها تجربة كده وليها قصة مختلفة لتسجيل المذكرات. حضرتك قعدت معاها ساعات وأيام طويلة، وكان في تجربة لطيفة تجربة لطيفة جدا في إنها توافق إنها تسجل مذكراتها. يعني نادية لطفي الحقيقه كان يعني كان يوم 3 يناير ده كنا بنعتبره يعني راس السنه بتاعتنا، ده الاحتفال. فكان كل نجوم الفن المصري بيتجمعوا عند الست بولا. انا عايز اقول لك كان يعني هي برج الجدي، وكانت اغلب ضيوفها او يعني صديقاتها برضو برج الجدي. انا عايز اقول لك الفنانه الهام شاهين كانت صديقتها جدا، والهام شاهين مواليد 3 يناير النهارده، يعني برضه عيد ميلادها. فكانت بتسيب عيد ميلادها وتيجي تحتفل مع نادية لطفي. الله يرحمه كان الاستاذ سمير صبري، دلال عبد العزيز، فكانت هي كنا بنسميها زعيمه برج الجدي، وانا كمان برج الجدي، فكنا بنحتفل عندها يعني بهذا البرج. يعني البرج كله يعني ابداع، يعني كل مواليد برج الجدي مبدعين يعني. والله الله اعلم، بس هي كانت الحقيقه هي يعني فست بولا كانت شخصية جميلة جدا. وأنا يعني أول حاجة كنت يعني سألتها، أنا طبعا عرفتها يمكن يعني 99 2000، وقعدت معاها لغاية آخر وقت، والحقيقة اختارتني أكتب مذكراتها، والحقيقة ده كان شرف ليا، لأن هي كانت تعرف أسماء كبيرة وقامات كبيرة من الكتاب والصحفيين. فالحقيقة يعني قعدت جنبها، يعني قعدت نكتب المذكرات دي عايز أقول لك حوالي 20 سنة، وانا كنت مستمتع بالصحبه. يعني احنا انا قلت لها عايزين اكتب مذكراتك من خلال المعايشه، يعني يعني ان انا اعرفك كويس عشان اكتب عنك يعني. فالحقيقه كان ليا حظ ان انا اعرفها عن قرب. بولا محمد شفيق طبعا يعني ناس كتير تستغرب من الاسم. صحيح. يعني الاسم الحقيقه يعني غريب، يعني بولا محمد شفيق، بولا محمد مصطفى شفيق. فبولا دي اسم الممرضه الايطاليه اللي انقذت حياه والدتها، كانت ولاده متعثره. بولا هي الابنه الوحيده لوالدها ووالدتها. بالمناسبه ابوها صعيدي من سوهاج، وامها من الشرقيه.
وكان في اشاعات انها اوروبيه بولنديه، فكانت تضحك تقول انا يعني عمري ما رحت بولندا يعني، او يعني فدي كانت اشاعه. الحقيقه كان لو فاكر كان في يعني كان في وافد بولندي جه في مصر هنا لاسبوع السينما البولنديه، فالاستاذ كمال الملاخي الحقيقه كان خد صوره ليها مع الوفد وكتب تحتها تعليق ان ناديه لطفي تحتفل او تحتفي او تستقبل وافد من بولندا من يعني مسقط راسها يعني. فالحقيقه طلعت عليها اشاعه ان هي بولنديه الاصل، هي بالعكس كانت يعني مصره ان هي ست صعيديه، وهي فعلا كانت صعيديه يعني. فعايز ارجع لك واقول لك هذه الممرضه الايطاليه كانت في المستشفى الايطالي في مصر هنا، وكانت والدتها في حاله صعبه جدا في الولاده، وهذه الممرضه هي اللي انقذت حياه الام. فالاب الحقيقه امتنانا لهذه الممرضه الجميله سمى بنته على اسمها، فبقى اسمها بولا محمد مصطفى شفيق. الحقيقه عايز اقول لك بس ان اسم ناديه لطفي نفسه هي مقتبسة من رواية للأستاذ حسين عبد القدوس، وكانت تحبه جدا. نادية لطفي دي بطلة لا أنام، الرواية الشهيرة للأستاذ حسين، وهي لما جت تشتغل في السينما كان لازم يعني تبقى ليها اسم فني. الأستاذ رمسيس نجيب الله يرحمه طبعا هو اللي اكتشفها، قال لها بولا شفيق دي يعني اسم مش فني، لازم تختاري لك اسم. فهم يعني عرضوا عليها كذا اسم، منها سميحة حسين حاجات كده او سميحه حمدي. فهي قالت لا انا بحب اسم ناديه لطفي، انا بحب البطله بتاعت احسان، وخدت الاسم ده. من خلال وجودك معاها على مدار السنين دي علشان كتابه المذكرات، ايه ابرز المواقف اللي يمكن سردتها في الكتاب الخاص بمذكرات الفنانه القديره ناديه لطفي على المستوى الانساني، يعني بعيدا عن جانب السينما اللي بالتاكيد كان ليها باع طويل فيها افلام كثيره، لكن الجانب الانساني لناديه لطفي. الجانب الانساني انا يعني ممكن الخصه في الجانب الوطني، ست كانت وطنيه جدا، بتحب مصر جدا. ناديه لطفي لما قامت حرب اكتوبر اول ما سمعت خبر العبور الحقيقه سابت كل حاجه وراحت قعدت في مستشفى القصر العيني عشان تستقبل المصابين من الجنود اللي جايين من الجبهه، وقعدت طول فتره الحرب موجوده في المستشفى ما تروحش بيتها اصلا. فالحقيقه وحتى اخر وقت من حياتها كان بيجي لها جوابات من الجنود او العساكر المصابين اللي هي راعتهم في المستشفى، وكانت على اتصال بيهم طول الوقت. فالحقيقه كانت ست وطنيه جدا، وفتره الاستنزاف راحت الجبهه وشاركت في المجهود الحربي، وكانت ست الحقيقه بتحب مصر جدا، يعني كان عندها يعني محبه شديده للبلد وعارفه قيمتها. فطول الوقت يعني كنت تحس انها ست مصريه جدعه الحقيقه. جميل. بالاضافه الى الجدعنه اولاد البلد، يعني عايز اقول لك مثلا اقول لكم موقف. الاستاذ رأفت الميه الله يرحمه، هذا المخرج الكبير استاذ رأفت، كان في اخر حياته كان عنده ازمه مرضيه الحياه طويله، وكان محتاج يعني قرار علاج على نفقه الدوله. انا عايز يعني اقول لكم مثلا ثلاث ايام يعني ما بتنامش لغايه ما طلعت له قرار العلاج، يعني تكلم وزير الثقافه، تكلم مجلس الوزراء، تكلم يعني كلمت مصر كلها ثلاث ايام والله صحي عشان تطلع قرار علاج للاستاذ رأفت الميمي. فكانت ست الحقيقه جدعه جدا، وكانت رغم الارستقراطيه دي بس كانت بنت بلد جدا. يعني عايز اقول لك مثلا كنا نمشي في الشارع، هي كانت جاردن سيتي، كانت عارفه كل البوابين اللي في الشارع والبقال والمكوجي، وعارفاهم بشكل انساني، وتقعد تسالهم بنتك عملت ايه؟ طب ابنك راح المدرسه؟ طب خف؟ كان عنده برد؟ يعني عندها زي ما حضرتك قلت دلوقتي انها جميلة. يعني هي صعيديه جدعه، يعني فعلا عندها الحس الصعيدي او الحس المصري جدا ده. من الجانب الانساني واللي حضرتك ذكرته الى الجانب الفني مره ثانيه، الكتاب مقسم الى اربع اقسام، بنتكلم على انا والحياه، انا والمثقفون، انا والسينما، يعني اقسام مختلفه بتتكلم عن محطات في حياه الراحلة نادية لطفي. عايز أتوقف مع حضرتك عن علاقتها بمخرجين كبار اشتغلت معاهم زي شادي عبد السلام في فيلم الموميا، أو يوسف شاهين طبعا أكتر من فيلم، ورمسيس نجيب اللي اكتشفها لأول مرة. علاقتها بكبار المخرجين في الفترة دي وكمان كبار الممثلين اللي مثلت معاهم. هي الحقيقة كان ليها حظ إن هي تشتغل مع يعني الأكابر المخرجين والنجوم السينما في الوقت ده. هي كانت الحقيقة تحب مجموعة منهم،
زي الاستاذ حسين كمال كانت يعني الحقيقه بتحبه جدا، الاستاذ يوسف شاهين، الاستاذ حسن الامام اللي عملت معاه فيلم الخطايا الحقيقه كان من سبب سعدها لانها كانت بطله قدام عبد الحليم حافظ نجم زمانه. يعني انت عارف يعني بطله قدام عبد الحليم دي كانت حاجه يعني حاجه تختصر لها سنين من الشهره يعني. فهي الحقيقه كانت حسام الدين مصطفى هي اشتغلت مع اغلب المخرجين الكبار في يعني في وقتها، واشتغلت مع اغلب النجوم الكبار كمان. يعني بنتكلم عن عبد الحليم حافظ، رشدي اباظه، طبعا احمد مظهر، يعني الحقيقه عمر الشريف. الحقيقه كانت يعني هي كانت محظوظه ان هي تشتغل. بالمناسبه هي عملت هي والاستاذ رشدي اباظه وفريد شوقي الله يرحمه عملوا شركه انتاج وفلست من اول فيلم، ان هم ما لهمش في الانتاج اصلا، هم لهم في التمثيل. فهم الحقيقه مع يعني الحقيقه يعني بعد اول فيلم الشركه فلست، فقرروا هم يمثلوا بس يعني. بس هي كانت محبه للسينما جدا وكانت مستعده ان هي تنتج. ويعني بالمناسبه نادية لطفي اول حد خد كاميرا وراح سانت كاترين بعد تحرير سينا، خدت كاميرا على حسابها وراحت، كانت اول حد يدخل دير سانت كاترين وتطلع الجبل تشوف المشقه دي. وكانت يعني عندها فيلم الحقيقه نادر جدا عن سانت كاترين بعد التحرير، وكانت الوحيده اللي قدرت تدخل الدير وتصور جوه. فالحقيقه كانت ست الحقيقه يعني انا بقول لك وطنيه، وكانت فنانه بجد. صحيح. بالمناسبه كانت تزعل لما تقول لها ان الفنانه المعتزله، هي بتقول ان الفن عمره ما كان، لا يمكن حد فنان حقيقي يعتزل. هي كانت شايفه انها يعني مش لاقيه ادوار ترجع بيها. وعايز اقول لك انها لاخر وقت كان عندها احلام. عايز اقول لك مثلا كان من ضمن امنياتها ان هي تعمل دور اسمهان. اسمهان كانت تحب الشخصيه جدا وكانت مستعده تعمل دورها، طبعا وهي صغيره. وراحت ليه وخدت موافقات واشتغلت على الفيلم. بس الاستاذ فؤاد الاطرش قرر ان هو او صمم ان هو اللي يخرج الفيلم. فهي رفضت، وهي كانت عايزه حسين كمال فباظ المشروع. كانت نفسها تعمل دور الملكه نزبي، كانت امنياتها الكبيره تعمل دور الملكه تي ام اخناتون مع شادي عبد السلام. طبعا هي كانت علاقتها بشادي عبد السلام فيلم يعني موميا، طبعا ده كان فيلم عظيم جدا. كانت تحب شادي جدا الحقيقه وكانوا اصحاب. انا عايز اقول لك كانت معلقه في صالون بيتها جوابات بعتها لها شادي عبد السلام باللغه الهيروغليفيه، كاتب لها جوابات كانت معلقاها كده الجوابات في صالون بيتها. فكانت تحب شادي وكانت تحب كل يعني كان علاقتها بالوسط السينمائي الحقيقه كانت جميله جدا. يعني ما تقعد تكلمك مثلا عن الاستاذ احمد مظهر، عن كل النجوم، عمر شريف، احمد رمزي، هي اشتغلت مع كل النجوم الكبار دول الحقيقه. محمود مرسي كانت الحقيقه تحبه جدا. الحقيقه محمود مرسي عمل معاها يعني مجموعه من اجمل افلامها. فهي كانت ست محظوظه بالتمثيل. وكانت الحقيقه عندها حاجه ان هي تحب تساعد النجوم الشباب او المخرجين الشباب. يعني هتلاقي اول اعمال مثلا الاستاذ خالد بشاره، الاستاذ علي عبد الخالق، سمير سيف، تلاقي اغلب اعمالهم الاولى ناديه لطفي موجوده. جميل. طيب استاذ ايمن، من وجهه نظر ناديه لطفي كان ايه اقرب الافلام لقلبها او الفيلم اللي حست فعلا انه كان نقله او حاجه مختلفه في تاريخها السينمائي الطويل والمتميز؟ هي كانت تحب مجموعه افلام ليها، طبعا افلامها مع عبد الحليم حافظ. كانت تحب فيلم من النضاره السوداء لان كانت شايفه ان دور جريء ويعني كان يعني صعب ان حد غيرها يعمله. تحب دورها في السمان والخريف، في ثلاثيه الاستاذ نجيب محفوظ، طبعا الناصر صلاح الدين، يعني فيلم يعني الناصر ده من الافلام فهي الحقيقه كانت طبعا هي يعني الحقيقه كانت محظوظه بهذه مجموعه افلام الحقيقه عملت منها واحده من اساطير السينما المصريه. طب في فصل مهم في فصل مهم في الكتاب انا والمثقفون، حضرتك حطيت له هذا العنوان انا والمثقفون. بعدين كان في سمه جميله جدا في الزمن الفن الجميل ده، انه الفنانين كانوا بيمثلوا فكره نموذج الفنان المثقف، الفنان اللي ليه علاقه بالادباء والشعراء والمثقفين. والأستاذة نادية لطفي الراحلة العظيمة كان ليها علاقات مع مثقفين كبار جدا، وفي تجربة خاصة مع روائية كانت صديقتها هي عنايات الزيات، وهي روائية كتبت رواية واحدة فقط وانتحرت وأثرت على حياتها بشكل كبير. فكرة علاقة الفنان بالمثقف، إزاي نموذج نادية لطفي عكستها؟
هي فعلا كانت ست مثقفه حقيقيه، وكانت بتقرا وبتتابع، وكانت تربطها علاقه بنجوم زمانها من المثقفين، خاصه الاستاذ يوسف ادريس. صحيح. وعايز اقول لك انها عملت فتره من حياتها كانت تعمل صالون ناديه لطفي في بيتها. صالون كان عجيب جدا، يعني بيجي لها يعني كل نجوم الثقافه المصريه. يعني هي كانت يعني مياله لمدرسه روزا اليوسف، كانت يعني بترتبط بصداقات مع كل المجموعه اللي هناك، استاذ احسان عبد القدوس، كامل زهيري، صلاح حافظ، المجموعه بتاعت يعني الاستاذ طبعا الاستاذ مفيد فوزي الله يرحمه. فكانت بتعمل صالون في بيتها يعني كل شهر، وتدعو كل الناس. بالمناسبه كان في ليها جمعيه، الحقيقه طبعا دي محتاجه حكايه لوحدها، اسمها جمعيه الحمير. الحمير دي جمعيه الحقيقه ممكن تبقى اسمها كوميدي، بس هي كانت معتزه جدا. طب ليه ده ايه سر التسميه؟ اشمعنى جمعيه الحمير؟ التسميه ليها سبب تاريخي. الحقيقه هو يعني مؤسس الجمعيه الاستاذ زكي سليمات الفنان العظيم. والاستاذ زكي كان عنده معركه للحصول على موافقه بتاسيس معهد للتمثيل في مصر، ده كانت مشكله اياميها. فكانوا رافضين لي يعني الترخيص بالمعهد، فكان ساعات يزهق ويروح لسيف وان اللي هو الفنان التشكيلي الاسكندري العظيم، فسيف يقول له يا زكي يعني خلي عندك صبر الحمير. فهو كان يعني معجب بالحمار ده، ان هو بيشتغل حمول وصبور يعني. حمول، ايوه تمام. فهو عجبه الفكره، فكره ان هذا الكائن الحمول الصبور، فقرر يعمل جمعيه من كل اصدقائه الحمولين الصبورين اللي هم لا يملوا من الصبر والشغل. فعمل اسس جمعيه اسمها جمعيه الحمير، وكانت وصيته قبل وفاته ان هي نادي لطفي تبقى هي رئيسه الجمعيه. وكانت هي يعني سعيده بحكايه ان هي يعني رئيسه جمعيه الحمير. وعلى فكره كان فيها اسماء مهمه جدا، يعني الاستاذ توفيق الحكيم كان عضو في الجمعيه، الاستاذ محمود السعداني، الاستاذ احمد رجب، اسماء كبيره جدا كانت موجوده، وحاولوا يعملوها ترخيص بس طبعا رفض الاسم، قالوا له غيروا الاسم يعني. فهي الحقيقه كانت عندها تجارب يعني غريبه كده. طب ليه كانت شايفه ان المخرج حسن الامام تحديدا هو علامه من علامات السينما المصريه؟ ليه كانت دي وجهه نظرها فيه؟ لا مش هي بس الحقيقه، يعني انا عرفت يعني او كان لي حظ اعرف مجموعه من النجوم الشغل مع الاستاذ حسن الامام. حسن الامام كان نجم زي نجوم التمثيل بالظبط، يعني كان اول مخرج يبيع الافلام باسمه. ولك فيلم لحسن الامام، بس تحط اسم حسن الامام على الافيش. هو راجل كان الحقيقه شاطر جدا في السينما، يعرف يعمل فيلم تجاري كويس، فيلم يعني فيلم جماهيري. فالحقيقه كان هو الحقيقه مميز في المنطقه دي. ويعني مثلا انا كان لي حظ اعرف الست هند رستم الله يرحمها، كانت برضه شايفه ان هو يعني احد عباقره السينما المصريه، الاخراج السينمائي اللي ما خدش حظه. فهي نادي لطفي الحقيقه اشتغلت معاه في اكتر من يعني من حاجه. هي كانت تحب فيلم الخطايا لان هو اللي رشحها. بالمناسبه هي كان يعني والله مش نكته، بتقول لي كان قبل ما تعرف عبد الحليم كان مطربها المفضل شكوكو، استاذ محمود شكوكو، كانت تحبه جدا، وكانت تغني اغانيه ساعات ما تكون رايقه كده تقعد تقول مونولوجات انا ما والله ما كنتش اعرفها خالص شكوكو، وتغنيها يعني براعه شديده جدا، وتقلد شكوكو فيها. فكان مطربها المفضل قبل ما تعرف عبد الحليم الحقيقه. احنا محتاجين بجد يعني حلقات وحلقات نتكلم على جوانب كتيره جدا ابداعيه وانسانيه وفنيه وكمان سياسيه، ليها مواقف سياسيه مهمه جدا لما راحت في حرب 73 للجبهه، وقفت كمان في مواقف كتيره عربيه كمان مشرفه بتمثل فكره الفنان الموقف او الفنان المثقف. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايمن على كل التفاصيل الجميله دي، ونتمنى ان شاء الله كده يعني تنورنا في الاستوديو، يبقى في لقاءات اكتر عن كتاب اسمي بولا ناديه لطفي تحكي، وهي المذكرات الخاصه بالفنانه ناديه لطفي اللي هو النهارده بيوافق ذكرى ميلادها. احنا بنشكر شكرا جزيلا الاستاذ ايمن الحكيم، وفاصل ونرجع لكم مره ثانيه. حقك عليك دورك وجعلك يا صدر رمض الله تضلل على العالم كله. ربنا يبارك فيك يا رب.
انا هحجلك على حساب انا مش على حساب مصر. استنى لما تشوفي مرض. الحقيقة على مدار السنوات شفنا اهتمام الدولة بمختلف الفئات العمرية، اهتمام من القيادة السياسية سواء بالشباب أو الأطفال أو ذوي الهمم وكمان كبار السن اللي في رعاية خاصة بتوجه ليهم، يمكن ده من أهم الملفات اللي بيتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل دوري ومستمر، وبنشوف عمل مكثف عشان تطوير البرامج الخاصة بكبار السن وكمان وضع معايير لجودة الخدمات اللي بتقدم ليهم. ده غير أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالأمس بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن والمقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حق المسنين. خلونا نتعرف مع حضراتكم عن تفاصيل أكثر عن دور الدولة المصرية في رعاية المسنين وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والتأمينية لكبار السن. نرحب بضيفنا الكريم اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، الأستاذ محمود شعبان مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بك يا فندم. منورنا حضرتك. صباح الخير. صباح الخير على مصر جميعا. أهلا وسهلا. نبدأ بالخبر الأهم والأبرز وتوجيه السيد الرئيس بالأمس بتخصيص حوالي 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصندوق كبار المسنين. شفت الخبر والتوجيه ازاي؟ حضرتك بس اديني بس في البدايه ارحب بحضراتكم وشكرا على الاستضافه الكريمه، واوجه كلمه شكر وتقدير واعتزاز للقياده السياسيه والرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكامل لهذا الملف. سياده الرئيس وجه بتخصيص 100 مليون جنيه لصندوق كبار السن فور صدور قانون المسنين، وهذا القانون بصدد اصداره من مجلس النواب عن قريب ان شاء الله. الصندوق هيشمل كافة الخدمات التي يحتاجها جميع المسنين على مستوى الدولة اللي بالغ عددهم دلوقتي حوالي 7 مليون وما يزيد عن 7 مليون مسن. وطبقا لما ورد في القانون هو المسن يبقى من 65 سنة، إلا إذا كان هناك في بعض المناقشات في هذه النقطة، فحضرتك إن شاء الله يصدر القانون وتبان الرؤى ونشوف ايرادات الصندوق هتبقى ازاي وازاي الموارد هتبقى ازاي والمصروفات هتبقى ازاي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الدوله المصريه اهتمت بملف كبار السن بشكل شامل، فاشتغلت على محاور مهمه جدا. المحور التشريعي وده ورد واضحا في الدستور المصري في مادته 83 واللي الزمت الدوله المصريه بتوفير الحمايه الكامله لكبار السن وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقها فخامة الرئيس 2030، وده ورد فيها باب كامل عن كبار السن. فالدولة المصرية مهتمة تشريعيا ومهتمة من كافة الجوانب بملف كبار السن. الصندوق الخاص بكبار السن إيه هي أهم الخدمات اللي بيقدمها لكبار السن، وهل ممكن لأي حد إن هو يستفيد من الخدمات والمميزات الخاصة بالصندوق؟ هو حضرتك الصندوق هيبقى له ضوابط ومعايير معينة بلجنة مشكلة، هذه اللجنة بتضع سياسة لآليات الصرف من الصندوق ومن المستحق وهي الخدمات اللي تقدم للمسن من خلال هذا الصندوق. فده يعني نقلة كبيرة جداً في مصر وخاصة في ملف كبار السن. فإن شاء الله القانون يصدر هيبقى فيه آليات للصرف ومين الفئة المستفيدة وإيه أنواع الخدمات اللي تقدم من خلال الصندوق. طيب. لو عند حضرتك تفاصيل عن هذا القانون، إنه قانون مهم جدا، قانون حقوق المسنين، إيه أهم البنود اللي هيتضمنها هذا القانون اللي بتكفل رعاية أكتر وتقديم خدمات أكتر لكبار السن؟ هو القانون بشكل عام شمل كافة الخدمات اللي ممكن تقدم لكبار السن، سواء خدمات اجتماعية، خدمات نفسية، خدمات صحية، خدمات ترفيهية، حقوق واجبات، حماية المسنين من الانتهاكات، حماية المسنين ومشاركتهم في الإدلاء بآرائهم في المجتمع. كمان أضاف جزئية مهمة جدا، أن المسن
دي مش نهايه الحياه بالنسبه له، بالعكس ده احنا ممكن نستفيد من خبراته. ممكن المسن يكون متطوع في بعض الاعمال داخل الدوله المصريه، المسن كمنتج اضافه، قيمه مضافه للمجتمع. طبعا حضرتك خبرات مثقله لدي المسنين لازم نستفيد منها، نستفيد منها بقى كمسن منتج في الدوله، كمسن متطوع في بعض الاعمال الخيريه، كمسن متطوع في بعض الاعمال او المبادرات الرئاسية. مفيش مشكلة عندنا خالص، الباب مفتوح لكل المسنين ان هم يشاركوا. خلي بال حضرتك ان وزارة التضامن الاجتماعي شغالة على ثلاث محاور أساسية لكبار السن. محور الحماية المجتمعية أو الحماية الاجتماعية، ومحور الرعاية الاجتماعية، ومحور الدمج المجتمعي. محور الحماية الاجتماعية اللي شغالة عليه وزارة التضامن الاجتماعي خاص بالدعم النقدي، الخدمات اللي بتقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لكبار السن من خلال الدعم النقدي. وده وصل عددهم عدى 500,000 مسن، بياخد معاش تكافل، معاش كرامه بقيمه 610 جنيه شهريه. دي مساهمه هي ممكن تكون بسيطه ولكن في النهايه بتجمل مبلغ كبير جدا. الجزء الثاني بنك ناصر اللي تبع وزاره التضامن الاجتماعي بيدي قروض حسنه لكبار السن، بالاضافه الى شهاده اسمها شهاده رد الجميل لكبار السن، خدت بال حضرتك. ففي خدمات بتقدم بشكل كويس جدا من الدوله ومن وزاره التضامن الاجتماعي. ده بالنسبه لمحور الحمايه الاجتماعيه. تعالى نتكلم على محور الرعايه الاجتماعيه، وده محور مهم جدا لان محور الرعايه الاجتماعيه لازم يكون احتواء كامل لهذه الفئه المهمه، تقديم الخدمات النفسيه، تقديم الخدمات الاجتماعيه، تقديم الخدمات الترفيهيه، تقديم الخدمات الصحيه لكبار السن. طيب الوزاره بتشتغل على هذا المحور من خلال آليات معينة. إيه آليات الوزارة في تقديم الخدمة للمسنين؟ عندنا دور مسنين على مستوى 22 محافظة فيها 174 دار مسنين. هذه الدور دي دور تابعة للوزارة ولا دور تابعة للوزارة والجمعيات الأهلية الشريكة. هذه الدور بتقدم خدمات، كافة الخدمات للمسنين. أولا بتبقى بيئة آمنة طبقا لمعايير جودة معينة بتضعها الوزارة تقديم خدمة جيدة وتوفير حياة كريمة وآمنة للمسنين داخل الدور. في جهاز وظيفي مؤهل ومدرب لكيفية التعامل. أولا المرحلة العمرية دي مرحلة في منتهى الأهمية، لازم لها خصوصية في التعامل. ليه حضرتك؟ هدي مثال بسيط. لو إن مسن كان مثلا في منصب كبير، وكيل وزارة أو مدير عام أو مدير في شركة، واتحلى عن معاش ودخل دار مسنين، فله خبرات وله طاقات وعنده ذكريات، ما نقدرش نغفل هذا الجزء. طب فعلشان نتعامل مع النوعية أو الفئة بهذا الشكل لازم يكون اللي بيتعامل معهم مدرب ومؤهل تأهيل كامل، إنه يحتفظ بكيانه ويبقى أمين عليه ويوفر له سبل الحماية الكاملة داخل الدور. في جهات رقابية على هذه الدور من الوزارة ومن المديريات ومن منظمات المجتمع المدني، بنتشارك في ان احنا نحوكم الامور داخل دور المسنين بحيث ان الخدمه تقدم بشكل جيد جدا. دي آلية. اكمل لحضرتك بس الآلية الثانيه. عندنا 191 نادي مسنين على مستوى الجمهوريه، وده يمكن مش كتير عارف الموضوع دوت، مشترك فيها اعضاء حوالي 56,000 عضو. طيب الانديه دي بتبقى انديه نهاريه. الانديه بتقدم مجموعه من الخدمات ثقافية، ترفيهية، ندوات، رحلات، مصايف، لقاءات. بنستفيد من خبرات المسنين في اللقاءات اللي زي دي. فحضرتك الأندية دي متاحة كمان لجميع من يرغب في التقدم للعضوية بيها، والاشتراك بتاعها ضعيف جدا، يعني حوالي 100 جنيه في السنة. طيب حضرتك اتكلمت عن اكثر من شق اجتماعي بدرجه كبيره ومساعده كبار السن على التواصل والتواجد في المجتمع بشكل عام، سواء بقى من خلال دور الرعايه او من خلال الانديه وغيرها من الانشطه، لكن فيما يتعلق بتعاملات كبار السن في المؤسسات والهيئات المختلفه، الخطوات اللي تمت لتيسير الاجراءات عليهم سواء في استلام المعاشات او في تقليص اي اجراءات حكوميه او حتى في مجال الرعايه الصحيه، ايه ابرز هذه؟ بشكر حضرتك على السؤال الرائع دوت. في تنسيق كامل بين وزارة التضامن الاجتماعي وجميع الوزارات داخل الدولة المعنية بملف كبار السن، سواء وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة التعليم العالي كمان، كل الوزارات المعنية بملف كبار السن تنسيق
وتفاعل وتواصل مستمر وبشكل سريع كمان. يعني حضرتك في استجابة سريعة من كافة الوزارات لدعم هذا الملف بشكل رائع جدا. ففي مثلا في وزارة الداخلية عاملة في الإقسام أماكن مخصصة لكبار السن، التأمينات الاجتماعية في صرف المعاشات عاملة أماكن مخصصة، وزارة النقل والمواصلات، وزارة النقل والمواصلات والوزارة دعمة النقل والمواصلات، وزارة التضامن الاجتماعي بتخفيض 50% لفوق 65 سنة وإعفاء كامل لمن زاد 70 سنة. فحضرتك في تكامل جامد كبير جدا بين الوزارات المعنية بملفات كبار السن. خلينا أقول لحضرتك على حاجة تانية، خدمة مهمة جدا بتقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، مهنة رفيق المسن اللي هو تقديم الخدمة للمسن داخل بيئته الطبيعية. لو مسن مش عايز يروح دار مسنين، لو مسن محتاج رفيق داخل أسرته الطبيعية بنوفر له، والوزارة وبيكونوا مؤهلين وكوادر مدربة أنها تتعامل إزاي مع الأشخاص في السن ده. يا فندم في معايير معينة كمان عشان أختار رفيق مسن، ديت بيبقى فيه ضوابط قوية جدا وفي إجراءات بتتم من قبل الوزارة ولازم يكون معتمد من الوزارة كمان. طب ليه؟ لأن الرفيق المسن داخل البيت صحيح، فلازم يكون أمين على هذا المسن. طب ولازم يكون الخدمة اللي بيقدمها بشكل معقول، وفي رقابة كمان على الرفيق داخل الدور، تواصل ما بيننا وما بين الدور، ما بين المسن وما بين الرفيق. فالوزارة بتسعى دائما ان احنا نوفر سبل الراحة للمسن سواء في بيئته الطبيعية، سواء في دور المسنين، سواء في اي مكان هو محتاج فيه اي خدمة بيحتاجها فالوزارة بتوفر له ده. طب حضرتك اتكلمت دلوقتي استاذ محمود على التناغم والتكامل ما بين الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة ووزارة التضامن الاجتماعي، وطبعا يعني تقديم الخدمات والرعاية للمسنين ليست وظيفة التضامن الاجتماعي بس، يعني هي وظيفة كافة مؤسسات الدولة. عايز أسأل حضرتك على الدور المدني أو الدور المجتمعي بعيدا عن الجهات الحكومية والرسمية، إزاي بيتم التنسيق مع المنظمات أو الجهات والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمة لكبار السن؟ هي بالنسبة للدور المدني ده دور مهم جدا ودور تكاملي مع وزارة التضامن الاجتماعي، وده بيتمثل في الجامعات الأهلية والأكاديميات والمنظمات، ولكن بيبقى تحت إطار قانوني وإطار شرعي من قبل الوزارة. يعني لما بنعمل مثلا قوافل طبية للمسنين على مستوى الجمهورية في تناغم وتنسيق بيننا وبين مؤسسات المجتمع المدني، فلهم دور مهم جدا. عمليات الدمج المجتمعي في عدد كبير من المؤسسات العاملة في رعاية المسنين أو كبار السن. أيوة حضرتك، أعتقد أن كل الجمعيات الأهلية اللي بتحصل على إشهار أو قيد بيبقى من ضمن الأنشطة بتاعتها رعاية كبار السن. فعندنا عدد كبير جدا من الجمعيات الأهلية شغالة في هذا المجال، وأنا بسمي دور الجمعيات الأهلية أنه دور مهم جدا مع وزارة التضامن الاجتماعي، وهذه الجمعيات تحت مظلة الوزارة. طب يعني ما فيش جمعية تقدر تشتغل إلا تحت مظلة الوزارة وبتاخد قيد وإشهار من الوزارة. حضرتك بس مهم جدا كمان أن عمليات الدمج المجتمع سواء مع الجمعيات الأهلية أو منظمات المجتمع المدني، الوزارة أطلقت مبادرتين قبل كده، مبادرة الحياة أمل ومبادرة اسمها العمر الذهبي، وده كان فيه مشاركة من الجمعيات الأهلية معنا. ده اللي بنسميه الدمج المجتمعي ما بين فئة كبار السن وما بين الدولة المصرية وما بين منظمات المجتمع المدني. لا، في تناغم وفي نقلة كبيرة جدا في الدولة المصرية في هذا الملف. يعني فخامة الرئيس وجه ب 100 مليون جنيه لصندوق المسنين، كل الجمعيات الأهلية شريكة معنا إن هي تشارك وتقدم خدمات معنا. لا، في تناغم وفي تنسيق ما بين الدولة المصرية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وبيشتغلوا بحب وبيشتغلوا بروح، لأن فعلا ملف مهم جدا. ده أقل حاجة ممكن نقدمها لكبير السن بعد ما أفنى حياته في عمل وفي جهد وقدم للبلد وقدم خدمات، فلازم نكرمه ولازم نوقره صحيح، ولازم يكون الخدمة اللي بتقدم له سهلة وبسيطة. في مجال الرعاية الصحية كمان يمكن من المجالات اللي بتكون مهمة قوي لكبار السن، طبعا مع يكون في أمراض وغيرها، والدولة الحقيقة قامت بحملات كتير لدعم كبار السن، يعني حملات الكشف عن سرطانات، حملات أخرى يعني 100 يوم صحة وغيرها من الحملات. إزاي بيتم أيضا التنسيق والتعاون في هذه النقطة ما بين الوزارة وما بين وزارة الصحة للوصول لكل ممكن مسن مريض مش قادر إن هو يوصل لمكان للحصول على كشف أو علاج؟ حضرتك انا ذكرت في البدايه ان في تنسيق واضح ما بين كافه الوزارات،
ولكن وزارة التضامن الاجتماعي هي الوزارة المعنية بالدرجة الأولى بهذا الملف. أنا ممكن كل الوزارات تتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بحيث أن احنا نقدم الخدمة بشكل مبسط وسهل لكبار السن. في تنسيق كامل جدا في ملف الصحي من خلال قانون التأمين الصحي، ومن خلال أن الوزارة كمان بتسعى دائما لتشمل كافة المسنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. فالمرحلة القادمة حضرتك هتشوفي والمجتمع المصري هيشوف اختلاف كبير جدا في الخدمات اللي بتقدم لكبار السن. ده واجب علينا، مش حقهم بس، حقهم واجب علينا كبار السن بعد حصاد العمر، بعد ما رحلة طويلة من العمل والحياة، ان هم ننزلهم المنزلة اللائقة والكريمة بيهم ونوفر لهم كافة الخدمات على كافة المستويات، صحية او اجتماعية او حتى تأمينية كمان بشكل مهم. بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا الاستاذ محمود شعبان مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي. صباح الخير على حضرتك. شكرا جزيلا لتشريفك معانا النهارده في صباح الخير يا مصر. ومشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، ونشوفكم بكره في نفس الميعاد. وصباح الخير عليكم، وصباح الخير يا مصر.